بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الحصة العاشرة من محاضرات الـ CPA لمادة البك الـ Business Environment and Concepts. النهاردة إن شاء الله هنبتدي معاكم موديول 8 في باك 2. زي ما احنا متعودنا بنبتدي محاضرة بالتاريخ، تاريخ المحاضرة النهاردة 6 أكتوبر 2017، 6/10/2017 ده بالنسبة لتاريخ المحاضرة. المحاضرة بتاعت النهاردة هنبتدي إن شاء الله موديول 8 في باك 2. زي ما احنا عارفين إن المادة بتاعت الباك متقسمة لباك 1 2 3 4 وهكذا، وكل باك فيها موديولز، تمام؟ فالنهاردة إن شاء الله هنبتدي معاكم موديول 8. موديول 8 موديول ظريف جدا، يعني يكفي إن أنا أقول لك إن النهاردة مش هتسمع معلومات كتيرة جديدة. يعني أنت لو أنت أوريدي مذاكر الفار كويس وعندك باك جراوند شويه عن حته الكابيتال بادجيتنج والبريزنت فاليو والحاجات الظريفه دي اللي احنا اتكلمنا عنها في الفار، بس من وجهه نظر محاسبيه، غالبا المحاضره بتاعت النهارده انت ممكن اصلا تفكس لها تماما، وممكن تقراها مع نفسك، تقرا الكتاب مع نفسك وتوفر وقتك وتوفر وقت المحاضره. فالنهارده هنتكلم على الفاينانشال ديجيتال مودلز، وهنتكلم مينلي في الاول على الكابيتال بادجيتنج، تمام؟ وهنتكلم على فكره الكابيتال بادجيتنج والسورسز اوف فاندز وحته البريزنت فاليو والابلكيشنز بتاعت البريزنت فاليو. والبريزنت فاليو زي ما قلنا ان احنا شرحناه قبل كده في الفار. طيب نبتدي في المحاضره. اول حاجه بيتكلم عليها النهارده هي الكاش فلوز ريليتد تو كابيتال بادجيتنج. طب يعني ايه كابيتال بادجيتنج الاول؟ يعني ايه فكره ايه الكونسيبت بتاع الكابيتال بادجيتنج؟ الكابيتال بادجيتنج زي ما هو كاتب كده في الكتاب is a process of evaluating and selecting long term investments projects of the firm. Proper capital budgeting is crucial to the success of an organization. The amount of cash the company takes in and pays out for an investment affects the amount of cash the company has available for operations and other activities of the company. يعني ايه كل الهرتلة دي؟ يعني الاخر الكابيتال بادجيتنج انت عندك لونج تيرم بلانز، عندك خطط طويله الاجل، عايز توسع في البيزنس بتاعك، عايز تعمل اكويزيشن على بيزنس جديد، عايز تفتح فرع في مكان جديد او في بلد جديده وهكذا. فانت محتاج سورسز اوف فاندز، تمام؟ والسورسز اوف فاندز دي انت بتحتاجها عشان تضخها في المشروع، والمشروع ده هيجيب لك ريتيرن بس على اللونج ران. ما حدش مثلا هيستثمر النهارده ويجي له ريتيرن النهارده ويكسب النهارده ويعمل اكسبانشن النهارده وكل حاجه في نفس الوقت. لا، فكره الكابيتال بادجيتنج والانفستمنتس احنا بنتكلم في حاجه لونج تيرم، بنتكلم في حاجه لونج تيرم. طب ديفاين لونج تيرم، ما هو 20 سنه مثلا ولا 5 سنين ولا 10 سنين ولا سنتين. هو في اللغه او عندنا على القهوه بتاعت المحاسبين كلمه لونج تيرم هي اكتر من سنه، وبتفرق. ما انت ممكن تخش في بروجكت انت عارف ان هو مش هيجيب لك ريتيرن مرضي ليك غير بعد 5 سنين، ممكن بروجكت تاني يجيب لك الريتيرن انت عايزه كمان سنتين، ممكن بروجكت تالت ممكن يجيب لك اللي انت عايزه كمان 10 سنين. فما فيش هنا صح وغلط، يعني ما فيش اجابه صح وما فيش اجابه غلط، ما فيش حاجه اسمها كده. انت بتشوف انت الاوبجكتيف بتاعك ايه. وزي ما قلت من يوم مره من ساعه ما بدانا الباك، ان الباك بتتكلم على فكره البيزنس، والبرسبشن بتاع البيزنس بيختلف من شخص لتاني. يعني انا ممكن مثلا معايا انفستمنت او معايا شويه فلوس عايز احطها في انفستمنت، بس انا بلعب في فكره ان انا عايز ريتيرن في خلال 3 سنين ماكسيمم 5 سنين. وفي ناس تانية لا، ممكن تصبر وتاخد الريتيرن بتاعها كمان 10 سنين. بس هي الفكره ان 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 متطلباتي او رغباتي من الانفستمنت دي هتختلف عن متطلبات الشخص التاني. ما هو انا لو اخري هصبر 5 سنين، يبقى انا ممكن ارضى مثلا ب 15%، لكن الراجل التاني عشان يصبر 10 سنين فيقول لك لا ما انا هصبر، يبقى اللي يصبر ينول. يبقى انا مثلا لا، ده انا ببص مثلا على ايه؟ على 35%، 30%، 40%، حسب بقى الاندستري وحسب البلد وحسب الوضع الاقتصادي وحسب حاجات ظريفه كتيره بتتحكم في الموضوع ده. طيب يبقى الكابيتال بادجيتنج احنا بنتكلم على فكره لونج تيرم،
عايز اقرا تاني معاك الديفينيشن عشان تفهم الديفينيشن بعد اللي انا قلته ده. يبقى كابيتال بادجيتنج از ا بروسيس اوف ايفالويتنج، هي عملتك بتعمل ايفالويشن تقييم، وسيلكتنج بتختار ذا لونج تيرم انفستمنت بروجكت، المشاريع طويله الاجل اوف ذا فيرم. بروبر كابيتال بادجيتنج از كريشال تو سكسس اوف ذا اورجانيزيشن، يعني انت لما تعمل كابيتال بادجيتنج بروبر يعني بطريقه صحيحه مظبوطه ظريفه، دي من حاجه كريشال، حاجه اساسيه او مهمه لنجاح المؤسسه اللي انت فيها. ليه؟ عشان لو اخترت غلط غالبا هتلبس في الحيط وغالبا هتفلس وتقعد في بيتكم. The amount of the cash of the company takes in and pays out for an investment affects the amount of cash the company has available for operations and other activities of the company. طبيعي، ما انت الكاش اللي انت بتحطه على جنب او بتحوشه على جنب او بتحطه في الحصاله او الكاش اللي انت هتستلفه وهتحطه في الانفستمنت الطويل الاجل اللي انت مستني منه حاجات كتيره، تمام؟ ده هيأثر على الاوبريشنز بتاعتك. ما انت حاليا دلوقتي شغال، يعني دلوقتي مثلا لو حد جه قال لي والله عمرو مستعد امولك مثلا ب 5 مليون دولار، انا ممكن 5 مليون دولار دول احطهم في بروجكت لونج تيرم، ان انا افتح بيزنس جديد، ان انا افتح مثلا برانش جديد، ان انا اعمل اي حاجه تانية في المستقبليه لونج تيرم، وممكن ادخلهم دلوقتي في الاوبريشنز، تمام؟ فده قرار هيأثر طبعا. ما انا لو دخلتهم دلوقتي في الاوبريشنز وعملت اكسباندنج في الكرنت اوبريشنز هيبقى مختلف خالص عن ان انا لو وجهتهم لحاجه لونج تيرم. ده لو انا حد هيمولني. لو انا اوريدي عندي فلوس، لو انا مثلا عندي ريتيند ايرننجز ارباح محتجزه حطيتها تحت البلاطه، ما هو نفس القصه، اكن حد بيمولك، بس هي فكره حد بيمولك من بره ولا انت بتعمل سيلف فاينانسنج، فنفس الفكره هتاثر عليك. طيب الكاش فلو افكتس، حته الكاش فلو افكت تاثير التدفقات النقديه. طبعا فكره الكاش فلو كستيتمنت وازاي تحسبها احنا خدناها في الفار، يعني احنا خدنا يونت كامل في الفار اسمه الكاش فلو ستيتمنت، وازاي تحسب الكاش فلو كستيتمنت، وازاي تحسبه من الاوبريتنج اكتيفيتيز، من الفاينانسنج اكتيفيتيز، من الانفستنج اكتيفيتيز، وشرحناها بالتفصيل الممل في الفار. هنا هتكلم معانا من وجهه نظر البيزنس شويه. فقال لك الكاش فلو افكت عندك تو افكت، عندك تاثيرين، عندك دايركت افكت وعندك indirect effect. يبقى انت عندك كاش فلو هيأثر عليك بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. ازاي؟ بطريقة مباشرة اللي هي زي اي حد متوقعها، when a company pays out cash، لما الشركة تدفع cash او receives cash او تستقبل cash او تاخد cash or makes a cash commitment او تعمل التزام مالي that is directly related to the capital investment، That effect is termed as a direct effect. يعني انت لما تدفع كاش او يجي لك كاش او تعمل التزام مالي مع بنك مثلا او مع اي lending institution، والكلام ده بيبقى directly related للcapital investment. يبقى انا مثلا هعمل مصنع مثلا فين، مثلا في المنطقه الغربيه، مثلا في الجوبيل، تمام، في السعوديه. يبقى انا مثلا انا قررت ان انا هعمل مصنع في الجوبيل، تمام، فهعمل بيلدينج وهجيب مكان ومش عارف ايه، فهستقبل كاش من الفاينانس سورسز او من الفاينانسنج سورسز، سواء سيلف فاينانس او سواء حد خارجي، وهدفع كاش بقى عشان اجيب، عشان اعمل، عشان ابني البيلدينج وعشان اجيب الاكويبمنت والماشينري ومش عارف ايه والحاجات الظريفه دي كلها، او ممكن اخش في كوميتمنت. كل ده له علاقه بايه؟ بالكابيتال انفستمنت، ان انا هعمل استثمار راس مالي، هعمل كابيتال انفستمنت. ده اسمه دايركت افكت، ده تاثير مباشر. ليه؟ ان انت عندك المشروع، زي مثلا هنعمل مصنع شرابات في الجويل، فانت عشان تعمل مصنع شرابات جالك كاش ودفعت كاش، وكل عمليه مرتبطه دايركتلي بايه؟ بالمصنع اللي هنعمله فين؟ في الجويل. على فكره انت مش لازم تعمل، انت ممكن تشتري كمان حاجه جاهزه. يعني هنا بتكلم برضو سواء لو انت هتعمل حاجه فروم سكراتش او في مصنع شرابات اوريدي في الجبيل وانت قررت ان انت هتعمل اكوزيشن على المصنع ده او هتشتري المصنع ده. It has an immediate effect on the amount of cash available، وده طبعا بيبقى عنده تاثير مباشر على الكاش افيلبل، على الكاش المتاح عندك. يعني انت لما يجي لك تمويل الكاش بيزيد، لما تدفع في المصروفات الرأسماليه سواء بقى بيلدينجز، لينز، مش عارف ايه، اكويبمنت، كارز، مش عارف كل الحاجات الظريفه دي، ده برضو يعتبر كاش اوت، فده يعتبر برضو دايركت افكت. طب الاندايركت افكت،
indirect effect بيقول لك ايه؟ transactions which are indirectly associated with the capital project or which represent non-cash activity that produces cash benefits or obligations are termed indirect cash flows effects. يعني بيقول لك هي مش كاش في ايدك كده هتاخده او هتدفعه، هي ممكن تبقى منفعه او obligation هيأثر على القرار. بمعنى مثلا لو انا قلت لك مثلا انت تشتري مصنع تشتري مبنى ولا تأجر المبنى، ده في قرار مختلف تماما. ليه؟ عشان في فرق شاسع في المعالجة المحاسبية. ازاي؟ ما انت لو هتشتري المصنع او هتشتري البيلدينج، باش نشتري المصنع، خلينا نتكلم على البيلدينج نفسه او على اللاند، خلينا نتكلم على اللاند والبيلدينج. لو هتشتري لاند ببيلدينج، يعني هتشتري ارض وعليها مبنى، هتبقى دي ملكيتك، فيكسد اسيتس، صح؟ لكن لو هتأجره ما يعتبرش فيكسد اسيتس، هيعتبر ليز. والليز بقى بانواعه، الليز بقى سواء اوبريتنج ليز او كابيتال ليز، شرحنا الليزز اوريدي في الفار، وهنشرحها ان شاء الله الحصه اللي جايه في الباك، يعني ان شاء الله المره اللي جايه هنشرحها هنا، تمام؟ فانت هتفرق معك ايه؟ تفرق طبعا. لو انا تخيلت ان انت عندك اوبريتنج ليز، انت بتقارن ما بين الاوبريتنج ليز مع انك تشتري حاجه وتبقى حاجتك ملكك الفيكسد اسيتس بتاعتك. هو انت ينفع تحسب ديبريشيشن على الاوبريتنج ليز؟ لا طبعا. الاوبريتنج ليز انت بتاجر ليه كل شهر رنت اكسبنس، وكل سنه انت طيب وخلاص كده، الاصول مش عندك في القائمه الماليه بتاعتك، وبالتالي ما بتحسبش عليها ديبريشيشن، وبالتالي ما بتاخدش منها منفعه ضريبيه. ازاي؟ اصل انت لو انت عندك الارض بتاعتك والمبنى بتاعك، فانت عندك مصروف في قائمه الدخل اسمه ايه؟ اسمه ديبريشيشن اكسبنس. هو انت بتطلع من جيبك فلوس اسمها ديبريشيشن اكسبنس، ولا ده يعتبر اهلاك؟ ده الاهلاك بتاع الاصول الثابته اللي عندك. حتى احنا بنسميه نون كاش اكسبنس. بنسميه ايه؟ نون كاش اكسبنس. الديبريشيشن من فئه المصروفات الغير نقديه، نون كاش اكسبنس. وشرحنا الموضوع ده بالتفصيل في الكاش فلو ستيتمنت، لما قلنا النون كاش اكسبنسز بتترد على الاندايركت ميثود، وكان كده في شويه حبشتكنات كده ظريفه شرحناها فين؟ في الكاش فلو ستيتمنت، لما قلنا ازاي تعملها. فالديبريشيشن حضرتك ما بتطلعش من جيبك فلوس وتدفعها وتقول دي ديبريشيشن اكسبنس، لا، ده هو اوريدي انت عندك اصول ثابته، والاصول الثابته دي بيتم اهلاكها على العمر بتاعها، على العمر الافتراضي بتاعها، على الاستيميتد يوسفل لايف. فانت ما بتطلعش من جيبك فلوس، بس المصروف ده زي ما هو معترف به محاسبيا، معترف به ايه؟ ضريبيا. يعني انت لما بتيجي تعمل الاقرار الضريبي بتاعك، بتخصم مصروفات الاهلاك من الاقرار بتاعك، مصروف معترف به ضريبيا. مش هخش بقى في قصه ان في فرق بين الطريقه المحاسبيه للاهلاك والطريقه الضريبيه للاهلاك، وان هما بيختلفوا، ونتيجه الاختلاف ده نشات حاجه عندنا اسمها الضرائب المؤجله او الديفير تاكسز، اللي احنا شرحناها في الفار، وشرحنا عن ايه الديفير تاكسز في الفار، سواء الديفير تاكس اسيت او سواء الديفير تاكس لايبيلتيز، اللي بتنشا نتيجه التمبرري ديفرنس ما بين الاكاونتنج بيزز والتاكسبل بيز. ويا ريت ترجع للفار في الحته دي. المهم يعني فدول الدخول بقى للتفاصيل اللي ما لهاش اي 30 لازمه هنا دلوقتي. فانت عندك مصروف معترف به ضريبيا، هل انت طلعت من جيبك فلوس؟ لا، بس هو قلل لك ايه؟ قلل لك ضرايبك، صح؟ يبقى ده لما قلل لك ضرايبك معنى كده انت هتدفع ضرايب ايه؟ اقل. هل انت هتدفع ضرايب اقل عشان انت حصل لحد اعطاك فلوس؟ لا، ده انت عشان انت عندك مصروف معترف به ضريبيا واخدت منه منفعه، تاكس بينيفيت، تمام؟ ده يعتبر من الحاجات الاندايركت افكت. طب ايه علاقه ده بالموضوع؟ له علاقه كبيره طبعا. ما انت لما هتيجي تعمل دراسه جدوى، تمام، في الاول كده انت بتقول اشتري ارض بمبنى يبقوا بتوعي، وادفع دلوقتي مبلغ كبير، بس دول هيبقوا بتوعي
خلاص، ومش هدفع بقى رنت كل سنة، وفي نفس الوقت هيبقى عندي depreciation expense ممكن اخصمه ضريبيا، ولا ما اشتريش ارض مبنى، ارض بمبنى واجرهم. برضو هنا مفيش حاجة اسمها اجابة غلط، يعني ما اقدرش اقول لك ان انت تشتري دي الاجابة الصح او تأجر دي الاجابة الصح. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها اجابة غلط وصح في الموضوع ده. في حاجة اسمها انك تدرس الموضوع، والله انت حسب الظروف. ما انت ممكن لما تقارن ما بين التو اوبشنز تلاقي ان انت تشتري احسن في اوقات معينة، او في اوقات تانية لا تأجر احسن. يبقى الموضوع بيختلف حسب اختلاف الظروف. انا هنا بديك الادوات، بديك طريقة التفكير. انا بقول لك لما تيجي تفكر في حاجة زي كده تاخد في اعتبارك ايه؟ الـ indirect effect، تمام؟ لكن مفيش حاجة اسمها ايه؟ إجابة صح وغلط. فقال قال يبقى transactions which are indirectly associated with a capital project، تمام؟ or which represent non-cash activity زي the depreciation that produces cash benefits زي depreciation or obligations. ممكن يبقى عندك obligations، كوميتمنت عليك، بس انت التزمت قدام السبلاير بتاعك، قدام الحكومه، قدام اي ثيرد بارتي، ان انت عندك كوميتمنت معين نتيجه حاجه معينه. ده يعتبر اندايركت افكت. الكاش فلو افكت، حته الديبريشيشن اللي انا شرحتها من شويه، هو هنا ايه كاتبها لك، فياريت تقرا الموضوع ده وانا اوريدي شرحته. طيب النت افكت، النت افكت والله هو التوتال بتاع الدايركت والاندايركت. ما انت عندك ما انت عندك شويه دايركت افكتس وعندك شويه اندايركت افكتس، سواء بالبوزيتيف او بالنيجاتيف، يعني سواء ان كاش ان او كاش اوت، فانت تضربهم كلهم في الخلاط يطلعوا لك حاجه اسمها ايه؟ النت افكت. طيب ستيجز اوف كاش فلو، ايه هي الستيجز بتاعت الكاش فلو؟ كاش فلو اكزيست ثرو اوت ذا لايف اوف كابيتال انفستمنت بروجكت. Cash flows are categorized in three general stages. يعني بيقول لك والله مراحل الكاش فلو في عمر الكابيتال بادجيتنج او الانفستمنت او كابيتال انفستمنت بروجكت، هو في ثلاث مراحل، تمام؟ اول مرحله انسبشن. يعني ايه انسبشن؟ انسبشن اللي هو البدايه، الانسبشن، تمام؟ البدايه اللي هي التايم بيريد زيرو، هو مسميها التايم بيريد زيرو، سميها زي ما تسميها، الانسبشن اللي هو اول حاجه، البدايه، تمام؟ دي اول مرحله. تاني مرحله هقرا لك دلوقتي الكلام ده، بس اقول لك ثلاث مراحل. تاني مرحله الاوبريشنز، والله احنا خلاص بقى تمام، يعني دخلنا في الموضوع وبقنا في القصه، دخلنا فين؟ في الاوبريشنز. تالت حاجه والله لقينا الموضوع مش جايب همه، او احنا مرضيين كده الموضوع جايب همه، بس احنا قلنا بقى ايه، انا وصلت 60 سنه وعايز اتقاعد وعايز اقعد بقى انتخ كده في البيت. فعندك الموضوع المرحله التالته اللي هي ايه؟ disposal of the project. خلاص بقى انا يعني انا عندي اول حاجه الانسبشن، البدايه، بعد كده عندك الاوبريشنز، ان انا قاعد شغال شغال شغال، اشتغلت زي ما اشتغلت، وبعد كده يا اما غصب عني الموضوع فكس مني ومش بيكسب، فهضطر اعمل disposal of the project. او مش لازم الموضوع، مش لازم الموضوع يكون بيخسر. زي ما قلت لك ناس كتيره جدا بنشوفها يقول لك والله انا كده زي الفل، انا مش عايز حاجه تانية من الدنيا، انا هتقاعد واقعد انتخ في البيت. فهو ممكن يعمل disposal للبروجكت، حتى لو البروجكت ده كسبان ومربح وكل الحاجات الظريفه دي، ممكن برضه يحصل فيه disposal للبروجكت. طيب تعالى ناخد كل واحده بالتفصيل. يبقى inception of the project time period zero، both direct cash flow effects the acquisition cost of the assets and the indirect cash flows effects working capital requirements or disposal of the replaced assets occur at the time of the initial investment. يعني ايه؟ يعني انت الدايركت افكت الكاش فلو اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، زي الاكويزيشن كوست اوف ذا اسيت، ان انا بشتري حاجه، سواء مثلا بشتري ارض، باجر حاجه، بعمل حاجه، او الاندايركت كاش فلو افكت نتيجه اي حاجه اندايركت، بيبانوا في الانيشال انفستمنت او في الانسبشن، في البدايه. The initial cash outlay for the project is often the largest amount of cash outflow in the investment life. خد بالك من الجملة دي مهمة جدا. يعني إيه cash outlay؟ كلمة outlay يعني مدفوعات، يعني أنت حاجة تطلع outlay. الكاش outlay أو الكاش اللي طالعة من عندك بالبلدي كده، تمام؟ is often the largest amount of cash outflow in the investment life. يعني غالبا في المرحله دي هي مرحله البهدله،
يعني ايه مرحله البهدله؟ مرحله ان انت بتدفع دم قلبك. فاكتر مرحله بيحصل فيها كاش اوت لاي هي انهي مرحله؟ المرحله دي، مرحله انسبشن. يبقى initial cash outlay of the project is often the largest amount، هو أكبر كمية cash ممكن تطلع في عمر الانفستمنت كله، بتبقى فين؟ في مرحلة الانسبشن. طبيعي ما انت في الأول هتشتري أرض وهتشتري بيلدينج وهتشتري ماشينري أو equipment، هتشتري عربيات، هتشتري حاجات كتيرة جدا في المصنع أو في البروجكت بتاعك. فطبيعي أن انت يبقى عندك huge أو large cash outlay. في working capital requirement، الموضوع برضو خلي بالك من حاجة، ما انت مش هتشتري بس، انت بس مش هتشتري ارض ومبنى ومكان equipment وعربيات للتسويق وبس، ده انت عايز فلوس عشان تبتدي ايه؟ تبتدي تنتج. فانت عايز working capital، وشرحنا working capital قبل كده اللي هو ايه؟ current assets minus current liabilities. ولو تفتكر الوركينج كابيتال من كام محاضره لما شرحناهم، قلنا هي الوركينج كابيتال ده كونسبت مخصوص لايه؟ للشورت تيرم مش لونج تيرم. يعني الوركينج كابيتال انا ببص للشورت تيرم، ببص للكرنت اسيتس ماينس كرنت لايبيلتيز، ببص للاوبريشنز بتاعتي، ببص انا معايا فلوس اشتغل بيها دلوقتي ولا معيش فلوس اشتغل بيها دلوقتي. يبقى الوركينج كابيتال ريكويرمنتس من الحاجات المهمه برضو بتاخدها في اعتبارك فين؟ في وقت الانسبشن. انت لما هتيجي تبتدي تشتغل محتاج فلوس عشان تشتغل. انا بتكلم على الاوبريشنز، مش بتكلم على الفيكسد اسيتس او الانيشال انفستمنت، انا بتكلم على ايه؟ على الاوبريشنز. يبقى الوركينج كابيتال ريكويرمنتس، وركينج كابيتال از ديفايند اس كارنت اسيتس ماينس كارنت لايبيلتيز. جميل، عارفين الموضوع ده. وان الكابيتال بروجكت از امبلمنتد، يعني انت لما خلاص بدات الموضوع او بدات المصنع او بدات البروجكت، the firm may need to increase or decrease the working capital to ensure the success of the project. يبقى انت لازم تاخد بالك من working capital بتاعك. هل انت محفوظ تزود working capital عشان تنتج فتعرف تبيع فالموضوع يكبر، ولا انت عندك working capital كتير شوية فمفروض تقلله عشان تستفيد منه في investments في حاجة تانية؟ يبقى دي برضو هنا برضو مفيش اجابة صح وغلط، هنا حسب الظروف بتاعة البروجكت بتاعك. يعني مثلا قال لك انت ممكن تحتاج additional working capital requirements، يعني انت حللت الموضوع لقيت ان انت محتاج شويه working capital زياده عشان تاكسباند في الاوبريشنز، او عشان تنتج حاجات زياده عشان في ديماند عالي على البرودكت بتاعك، على الشرابات اللي انت بتنتجها. تمام، يبقى additional working capital requirements، انت ممكن يبقى محتاج working capital اكتر. فانت لو a proposed investment may be expected to increase payroll expenses for supplies. انت بقول لك اهو، انت لما عملت الموضوع ده انت ممكن ساعتها او بالتبعيه يحصل ايه؟ ان انت محتاج او يحصل انكريس في البايرول، في مصروفات المرتبات، عندك عمال كتير دلوقتي، او اكسبنسز فور سبلايز، عندك مستلزمات الانتاج كتيره زادت عشان انت زودت انتاج، او انفنتوري ريكويرمنتس، انت محتاج تزود الانفنتوري عشان تغطي الديماند. This may result in an indirect cash outflow that is recognized at the inception of the project. ده يعتبر indirect cash flow، ولازم تاخد في اعتبارك الموضوع ده فين؟ في inception بتاعت البروجكت. ليه؟ Because part of the working capital of the organization will be allocated to the investment project and will be unavailable for other uses in the organization. يعني بمعنى صح، انت قررت ان انت هت اكسباند في حته، او هتفتح المصنع بتاع الجبيل بتاع الشرابات، يبقى انت محتاج الوركينج كابيتال الزياده اللي هيروح ناحيه الجبيل عشان يقومه وعشان الاوبريشنز تبتدي تشتغل هناك، ده يعتبر اندايركت افكت عندك. ليه؟ عشان انت الوركينج كابيتال ده مش هيستخدمه في حاجه تانية، مش هيستخدمه في الاوبريشنز الاصليه بتاعتك، انت هتستخدمه للبروجكت الجديد اللي انت عامله. او على فكره لو انت هتزود الوركينج كابيتال، او انت ممكن تقلل الوركينج كابيتال. يعني ممكن تقول قلل الوركينج كابيتال، يعني حضرتك والله قررت ان انت تشتغل بالجاستن تايم، وكنا شرحنا قبل كده موضوع الجاستن تايم. الجاستن تايم فكره ان انت ما عندكش انفنتوري، انت عندك لما حاجه بتطلب منك بتجيب الريكويرمنتس من السبلايرز بتوعك وتدخلهم في الانتاج وتضربه في الخلاط وتبيع على طول. عندك مينيمم او minimum amount of ايه؟
of inventory. فلو انت قررت ان انت والله احنا في الجويل احنا في منطقة صناعية، السبلايرز حوالينا في المنطقة الصناعية، فانا مش محتاج ان انا يبقى عندي انفنتوري كبير. ليه؟ عشان لو محتاج حاجة قشطة، يعني السبلايرز في الشارع اللي جنبنا، فانا شايف ان احنا ممكن نطبق الجاست ان تايم. لما هطبق الجاست ان تايم ايه اللي هيحصل للانفنتوري؟ الانفنتوري هيقل. لما الانفنتوري يقل ايه اللي يحصل للوركينج كابيتال؟ الوركينج كابيتال يزيد، هو اوتوماتيك هيزيد، فانت هيبقى عندك وركينج كابيتال يعني بزياده، فانت ممكن تقلل الوركينج كابيتال، او مش هيبقى عندك الوركينج كابيتال الكتير اللي انت موجود عندك، فانت ممكن تتجه انك تقلله وتستفيد منه في حاجه تانية لونج تيرم انفستمنتس. يبقى ريديوست وركينج كابيتال ريكويرمنتس، يبقى انت مش محتاج الوركينج كابيتال الكبير ده نتيجه انك مثلا طبقت جاست ان تايم. يبقى امبلمنت لك جاست ان تايم انفنتوري ان ويتش ذا اماونت اوف انفنتوري ريكوايرد تو بي ان هاند از ريديوست represents a decrease in current assets, تمام؟ And is recognized an indirect cash inflow at the inception of the project. Disposal of replaced asset. والله يا حضرتك لو في asset اصلا، لو في عندك asset موجود، فانت للاسيت ده انت ممكن تعمل حاجة من الاثنين، يا اما ترمي abandonment of the assets، يعني تتخلص منه، او تبيعه asset sale. فانت عندك سي مثلا، وكان ده برضو مش لازم يبقى applicable في كل الحالات، انت ممكن يبقى عندك project ما فيهوش اصلا اصول موجوده، فانت هتضطر تجيب كل الاصول من الاول. وممكن زي مثلا بيحصل مثلا في كتير من الحالات، بتشتري مصنع جاهز، فالمصنع الجاهز ده ممكن يبقى عنده شوية أصول، فانت في اللي ينفع منهم في اللي ما ينفعش منهم، فده ما ينفعش منهم هتحاول ايه، يا اما تتخلص منه يا اما ايه تبيعه. فانت الاسد اباندمنت، يعني ايه الاسد اباندمنت؟ يعني هتتخلص منه. if the replaced asset is abandoned the net salvage value or is treated as a reduction of the initial investment in the new asset. يعني ايه؟ يعني انت قيمة الخردة اللي انت بتاعت الاسد اللي انت هتتخلص منه ده يعتبر reduction في initial investment في new asset. The abandoned assets book value is considered a sunk cost. يعني البوك فاليو بتاعت الاسد اللي انت هتتخلص منه ده تعتبر sunk cost. يعني sunk cost؟ تكلفة sunk، غارقة، يعني ملاش اي لازمه. ليه؟ مش هتاثر معاك في اتخاذ القرار، ان انت كده كده ايه مش هيفرق معاك، انت كده كده هتخلص منه. and therefore not relevant to the decision making process، وفي معنى صح مش هيفرق معاك في عمليه اتخاذ القرار. the remaining book value for tax purposes is deductible as tax loss. ولكن ال remaining book value اللي انت هتتخلص منه ده ممكن تخفضه من ضرايبك كtax loss، which reduces the liability in the year of abandonment. واللي هتقلل عليك ايه؟ هتقلل الضرائب اللي عليك. The tax liability decrease is considered a reduction of the new assets initial investments. وهي دي اللي تبقى a reduction في the new assets initial investment. يعني بمعنى صح، انا عندي مكنة معينة، تمام؟ والمكنة دي قررت ان انا مش هستعملها، انا هستعمل new technology، وفي نفس الوقت قلت المكنة دي فاكس انا هرميها، تمام؟ فالمكنة اللي هرميها دي ليها book value، ليها book value. البوك فاليو او البوك فاليو ده انا مش هيفرق معايا في حاجه، ده انا قلت هتخلص منها، بس البوك فاليو ده ضريبيا ممكن اعتبره كخساره. خساره معناها هتقلل الانكم بتاعي، هتقلل الانكم بتاعي معناها هتقلل ضرايبي، فمعنى كده هيبقى في تاكس بنفيت. فالتاكس بنفيت اللي هيجي نتيجه الموضوع ده هو اللي ممكن اعتبره ريدكشن في الانيشال انفستمنت، يعني معناها يعتبر ايه؟ هيقلل لي تكلفه الاستثمار. يعني بمعنى صح، انا هشتري مكنه بمليون وحرمي مكنه، حرمي مكنه زي مثلا البوك فاليو مثلا بتاعها مثلا ب 50,000، البوك فاليو بتاعها ب 50,000 والضرايب ب 20%، 20 في 50,000 2 ب 10,000، يبقى معنى كده ان هي هتجيب لي ايه؟ هتجيب لي تاكس بنفيت ب 10,000، وانا هجيب مكنه بكام؟ بمثلا قلت بمليون باين صح؟ فانا هجيب مكنه بمليون وهيجي لي بنفيت ب 10,000، يبقى انا الانفستمنت بتاعي يعتبر ايه؟ المليون بس ناقص ال 10,000، ان انا هيجي لي 10,000 نتيجه العمليه دي، يبقى ده يعتبر ديكريز في الانيشال انفستمنت، وده يعتبر طبعا ايه؟
indirect عشان ده يعتبر tax ايه tax effect. نفس الكونسبت بس على السيل. لو انت هتبيعه لو انت هتبيع الاصل بس حته انك تبيع الاصل معناه انك هتشوف بقى الجين واللص انت ممكن تكسب منه وممكن تخسر منه. If a new asset acquisition required the sale of the old assets, يعني انت هتبيع الاصول القديمه, the cash received from the sale of the old assets reduces the net investment value. الكاش اللي هيجي لك نتيجه انك بعت الاصول القديمه هيقلل لك الانيشال انفستمنت جديد او نيو انيشال او نيو انفستمنت فاليو. يعني انا هجيب مكن ب 100 هجيب مكن بمليون وهبيع المكن القديم ب 100,000, يبقى انا هتكلف مليون وهيجي لي 100,000 من بيع المكن القديم, يبقى انا اكني هستثمر كام 900,000. If a gain or loss for tax purposes exists, there is a corresponding increase or decrease in the income tax. طبعا ما انت لو عندك gain هتدفع عليها ضرائب, لو عندك loss هتاخد عليها tax benefits, فتاخد بالك من الموضوع ده. The amount of income tax paid on a gain on a sale is treated as a reduction of the sales price. لو انت عندك amount of income tax paid, تمام, انت عندك انك بعت الاصول دي وجالك منها فلوس بس دفعت ضرائب نتيجه الجينز نتيجه الارباح ارباح بيع الاصول الثابته, فده يعتبر هيقلل لك من مكسبك او هيقلل لك من الفلوس انت جبتها. يعني بمعنى صح, انت بعت الاصول ب 100,000 وكسبت فيها عشان كسبت فيها دفعت ضرائب 5,000, يبقى انا جالي متحصلات من بيع اصول ثابته ب 100,000 بس لبست ضرائب ب 5,000, يبقى انت اكنك كسبت في الليلة دي كام 95,000. يعني بص الموضوع كده بالبلدي خالص, تمام, انت بعت اصول ثابته ب 100,000 فبجالك 100,000 بس لبست ضرائب 5,000 عشان انت كسبت في الليله دي, يبقى انت اكنك جالك كام 95,000. والعكس فين؟ العكس فين؟ في اللص, تمام. conversely a reduction in tax resulting from a loss on a sale is treated as a reduction from the new investment. لو انت خسرت فمعنى كده انك عندك tax benefit, فالtax benefit دي بتبقى indirect effect بتقلل لك الـ initial investment بتاعك. ده بالنسبه لاول ايه؟ لاول stage اللي هي الانسبشن اوف ذا بروجكت. operations فلوس operations اللي هو الحق الطبيعي, انت خلاص بقى دخلت في خلصت عمليه الـ initial investment, اشتريت مكنك, اشتريت الارض بتاعتك, او اشتريت البيلدينج, او اجرته, whatever حسب القرار اللي انت خدته. اي قرار عامه انت خدته خلاص خلصته وبقى عندك البروجكت جاهز, ودلوقتي بقى بايه up and running, يعني up and running يعني شغال بقى خلاص, الراجل دلوقتي شغال ongoing. يبقى الاوبريشنز, ongoing operations of the project will affect both direct and indirect flows of the company. طبيعي. The cash flows generated from the operation of the assets occur on a regular basis. يعني انت عندك الكاش فلو اللي بيجي لك on a regular basis ده بيجي لك من ان انت بتبيع حاجتك او عندك المين بزنس بتاعك. These cash flows may be the same amount every year or maybe differ. يعني انت ممكن تكون حاطط فلوسك في investment بيجيب لك مبلغ ثابت كل سنه, او حاطه في بزنس والبزنس ده بيجيب لك amounts بتغير حسب انت ورزقك, يعني تمام, ممكن سنه تكسب كتير تكسب قليل ما تكسبش خالص حسب, تمام. فده يعتبر الدايركت افكت. الاندايركت افكت هي زي الديبريشيشن تاكس شيلدز اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه. دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه الديسبوزل اوف ذا بروجكت. لو انت بقى ايه قررت انت تفكس الموضوع كله وتكبر دماغك وتوقف المشروع, فانت عندك disposal of the project. Disposal of the investment at the end of the project produces direct or indirect cash flows. انت خلاص بقى انتجت وهتمشي من البروجكت ده وهتبيعه, فانت هتعمل disposal البروجكت, فطبعا ده هيأثر على الكاش فلو. ليه؟ ما انت هتبيع البروجكت, انت عندك المصنع وعندك الانفستمنت, فانت في الاخر هتبيعه وهيجي لك كاش ايه؟ هيجي لك كاش فلوز. If the asset sold, there is a direct effect for the cash flow created on the sale and an indirect effect for the taxes due in case of gain or saved in the case of loss. يعني انت قررت ان انت هتبيع مصنع الشرابات اللي انت عملته في الجبيل, فانت هتبيع الاصول اللي هي ممكن تبقى المكن, ممكن تبقى الارض, ممكن تبقى whatever بقى اي او البيلدينج حسب الاصول اللي عندك, تمام. فهيبقى عندك دايركت افكت, انت هيبقى عندك كاش انفلو, تمام.
فالكاش ان فلو ده هيأثر على هيأثر على الانفستمنت. انت هيجي لك كاش ده كبروسيدز كمتحصلات، وبرده هيبقى عندك تأثير ان دايركت نتيجه الضرايب، ان انت الحاجات اللي هتبيعها دي ليها بوك فاليو وممكن تكسب منها ضريبيا او تخسر فيها ضريبيا. فانت لو كسبت معناك هتدفع ضرايب، تدفع ضرايب معناها ان الاماونت اللي هتجي لك هتبقى اقل، ان انت هتدفع ضرايب على الحاجات دي، او لو انت هتخسر فهتاخد منها تاكس بنفيت. تمام؟ يبقى انت الاصول اللي هتتباع هيبقى عندك فيها دايركت افكت نتيجه الحاجات اللي هتجي لك، المتحصلات اللي هتجي لك، ونتيجه برضو ان انت في تاكس افكت. Certain direct expenses may be incurred for disposals. يعني انت مثلا ممكن يبقى عندك في مصروفات معينه نتيجه الديسبوزل، مثلا بنشوف مثلا في شركات معينه خصوصا مثلا شركات البترول، شركات البترول مثلا انت لما بتيجي تنقب عن بترول بعد او شركات المايننج اللي هو زي التعدين، لما بتيجي تعمل مايننج شركات المايننج بتحفر حفره كبيره قوي في الارض، تمام، حفره غشيمه كده عشان بقى تنقب بقى على ايه، على الحديد بقى ومش عارف ايه والفوسفات والحاجات الظريفه دي كلها. فهي لما بتخلص لازم حفرت حفره كبيره قوي في الارض، ما ينفعش لما البروجكت يخلص او حتى البروجكت مخلصش هي قررت ان هي خلاص مش هتكمل تنقيب، ما ينفعش تسيب لك الحفره الكبيره في الارض دي وتمشي، تمام؟ لا، بيبقى في العقد ان هي لازم ايه، لازم ان هي تردم الحفره وترجعها زي ما كانت. او مثلا انت عندك مثلا التزام معين او عندك كوميتمنت معين مع 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 لاند لورد او مع اي حاجه، فانت نتيجه ان انت هتوقف المشروع هيبقى عندك مصروفات معينه لازم تدفعها نتيجه انك هتعمل ديسبوزال لايه، للمشروع. او عندك if the asset is scrapped or donated there may be tax savings، زي ما قلنا قبل كده if the net basis tax is in zero whatever. يعني معنى صح نفس القصه اللي قلت عليها قبل كده. هنا في اول نقطه انا قلت لك ان هو لو هيتباع، لكن انت لو scrapped or donated يعني انت هتبيع، مش هتبيع، هترمي الاصول او هتتبرع بيها، فانت مش هيجي لك فلوس مكانها، بس انت ضريبيا هيبقى ممكن عندك خساره، يعني انت اكنك بعتها بزيرو. فانت الحاجات دي ممكن تاخد منها تاكس سيفنجز، ممكن تاخد منها منفعه ضريبيه عشان لو هي فيها تاكس بيسز. تاكس بيسز دي يعني كلمه تاكس، ايه زي تاكس بيسز، كلمه تاكس بيسز زي البوك فاليو بس بيسميها لاهداف الضريبه تاكس بيسز، يعني النت بوك فاليو ده محاسبيا، التاكس بيسز ده ايه، ضريبيه. فهي لو عندها تاكس بيسز وانت خلصت منها فانت هتاخد منفعه ضريبيه نتيجه ان في خساره. There may be indirect efforts. Sorry, there may be indirect effects associated with the changes in the amount of working capital committed once the project is disposed. يعني برضو بقول لك مثلا زي مثلا حتة مثلا انت ممكن يكون في مصروفات ليها علاقة بالworking capital لازم هتلبسها نتيجة ان انت تخليت عن المشروع، زي employees who worked on the project may be no longer needed. تمام؟ انت عندك ناس مثلا خلاص انت الناس دي كانت شغاله معاك والناس دي مشت، فانت حسب العقود ممكن هتضطر تدفع لهم مبلغ نتيجه ان انت هتوقف المشروع، فساعتها هتشوف التكلفه هتدفعها لهم دلوقتي، وبرضه هتشوف التكلفه اللي انت هتوفرها نتيجه ان هم مش هيكملوا معاك. ما انت كان عندك مثلا سي كل شهر مصروفات بتاعه المرتبات سي مثلا مليون دولار، فانت نتيجه انك وقفت المشروع مش هتدفع المصروف ده، ممكن يبقى عندك شويه مصروفات نتيجه ان الناس هتمشي، سواء بقى مثلا لونج سيرفيس ليف اللي هي مصروف مكافاه نهايه الخدمه او حسب القوانين. يعني مثلا في السعوديه في حاجه اسمها لونج سيرفيس ليف من بعد السنتين، باين في استراليا من بعد الخمس سنين، تمام؟ فانت لو الناس قعدت معاك اكتر من سنتين في السعوديه مثلا تضطر تدفع لهم ايه، لونج سيرفيس ليف، زي هنا مثلا في استراليا اكتر من خمس سنين او اكتر من 10 سنين حسب الولايه، فهتضطر تدفع شويه مصروفات. فانت هتشوف التكاليف اللي انت هتوفرها نتيجه ان انت مش هتكمل المشروع، وفي تكاليف تانية هتلبسها نتيجه انك هتوقف المشروع، فهتاخد بالك من ايه، من الموضوع. calculation of pre tax and after tax cash flows. الموضوع يعني علاقه يعني، تمام؟ انت المفروض انت بتشوف التأثير بتاعك او الكاش فلو بتاعك قبل الضريبه وبعد الضريبه. يعني بمعنى صح انت بتشوف، يعني مثلا زي ما قلت لك انت لو عندك منفعه ضريبيه فانت المنفعه الضريبيه
بتشوفها ازاي؟ ان انت بتشوف التكلفه اللي انت تكبدتها زي مثلا خساره او الديبريشيشن، وبتضربها في ايه؟ في الضريبه اللي انت كنت هتدفعها. جميل. فدي حته الكالكوليشن بتاع البري تاكس والافتر تاكس كاش فلوز. طيب فقال لك مثلا اول حاجه البري تاكس كاش فلوز: The traditional computation of an asset's value is based on the cash flows it generates. Thus, the investment's value is often based on the present value of the future cash flow that investors expect to receive from the investment. جميل. Larger cash outflows than inflows may indicate that the project is unprofitable. يعني معنى صح هنا هو يعني جاب كده باراجراف مالوش علاقه قوي باللي هقوله، بس يعني هو بيقول لك حته ان انت بتشوف الاسيتس فاليو، بتشوف الكاش ان فلو، بتشوف الكاش اوت فلو، ولو الاوت فلو اقل من الان فلو معناها ان انت هتكسب، ان انت هيجي لك فلوس اكتر من اللي هتصرفها، لو العكس يبقى انت هتخسر. والكلام ده هنشرحه بالتفصيل قدام شويه في البريزنت فاليو، سوري في النت بريزنت فاليو ميثود اللي هو الام بي في. فكبرناها من البراجراف ده. الافتر تاكس كاش فلوز: After tax cash flows are relevant to capital budgeting decisions and are computed using either the following methods. Operating cash flows differ from the net income because non-cash expenses like depreciation must be added back to the net income to get the cash flow. يعني معنى صح هنا انت بتاخد في اعتبارك ايه؟ ان انت في حاجات ما بتتصرفش نقديا زي depreciation زي ما شرحت شويه، فانت لازم تاخد في اعتبارك الكاش فلو اللي عندك نتيجه الاوبريشنز، والاوبريتنج كاش فلو ديفرز من نت انكم. طبيعي ان الاوبريتنج كاش فلو بياخد في اعتباره الفاكتورز اللي انت ما صرفتهاش زي مثلا الديبريشيشن. انت الاوبريتنج كاش فلو مش هينقص الديبريشيشن اكسبنس اللي انت اوريدي ما دفعتش فيه فلوس، لكن النت انكم هينقص لك الديبريشيشن اكسبنس طبعا. مثلا قال لك مثلا اول طريقه استيميت ذا نت اوبريتنج كاش انفلوز، انت بتشوف النت اوبريتنج كاش انفلو، كلمه انفلو يعني المتحصلات، فانت بتشوف الاستيميتد نت اوبريتنج كاش انفلو اللي هو الكاش انفلو ماينس الكاش اوت فلو. تمام. لما يقول لك كلمه نت معناها انفلو ماينس اوت فلو، كلمه نت معناها الصافي. يعني ايه صافي؟ يعني حاجه داخله تمام، متحصلات فلوس داخله وفلوس طالعه من عندك، فانت هتشوف النت اوبريتنج كاش انفلو اللي هي الكاش انفلوز ماينس الكاش اوت فلوز. سبتراكت النون كاش تاكس ديدكتبل اكسبنسز تو ارايف ات تاكسبل انكم. طب بس ده مش هياخد في اعتباره المصروفات المعترف بها ضريبيا، فانت subtract non-cash tax deductible expenses زي مثلا depreciation عشان يجي عشان توصل للtaxable income، توصل لايه؟ للtaxable income او الربح الخاضع لايه؟ للضريبه. compute income taxes related to the project income or loss for each year of the project useful life. وعلى اساس كده هتحسب بقى الانكم تاكسز او الضرائب اللي هتدفعها على البروجكت على مدار كل سنه. Subtract a tax expense from the net cash inflows to arrive the after tax cash inflows. يعني معنى صح بعد ما تحسب الضرائب نقص بقى الضرائب اللي تدفعها دي من رقم النت اللي انت اللي كان عندك اوريدي عشان تعرف الافتر تاكس كاش فلوس هيبقى عامل ازاي. يبقى الطريقه دي طريقه عبيطه جدا، انت بتشوف المتحصلات بتاعتك ناقص المدفوعات او النت كاش نت كاش فلو ما انا صح، بتنقص منه النون كاش اكسبنسز او التاكسبل اكسبنسز النون كاش زي الديبريشيشن عشان توصل للتاكسبل انكم، وبعد كده بتحسب الضرايب بتاعتك، وبعد كده الضرايب اللي انت هتدفعها دي طبعا كانت ده كله استيميتد بتنقصها من النت كاش انفلوز عشان تعرف ايه؟ عشان تعرف توصل للافتر تاكس ايه؟ كاش فلوز. دي اول طريقه. تاني طريقه اللي هي نفس الفكره برضو: multiplying النت اوبريتنج كاش انفلوز باي 1 ماينس تاكس ريت. يعني بمعنى صح انت عندك الكاش انفلو زي مثلا 100,000 والضرايب عندك كام؟ 30%. فانت عندك النت كاش انفلو يعني انت الفلوس اللي داخله لك
ناقص الفلوس اللي طالعه من عندك اوفرول كده بالصلاه على النبي كده على القهوه ب 100,000. طيب والضرايب بكام؟ ب 30%. يبقى انت ال 100,000 دول في 30% منهم هيروحوا منهم ضرايب، يبقى انت ايه هيوصل لك كام؟ 70%. يبقى انت هيوصل لك 70,000 او 700، لو قلنا 100,000 هيبقى في 30% ضرايب، وانت هيوصل لك كام؟ 70,000. بس خلي بالك من حاجه، add the tax shield associated with the non-cash expenses such as depreciation. خلي بالك ان انت عندك depreciation مفروض هتاخد منه ايه؟ tax benefits. فانت لو انت عندك depreciation زي مثلا ب 10,000، ال 10,000 دول هيديك tax shield او tax benefit بكام؟ 10,000 في 30% اللي هي الضرايب، فانت عندك 3,000 منفعه. فانت بعد ما كان عندك 70,000 after tax هيبقى عندك 73,000 after tax، اللي هي عباره عن ايه؟ عن ال 70,000 النت، بس انت عندك منفعه ضريبيه ب 3,000، فانت هيبقى عندك النت كام؟ او الافتر تاكس كاش فلو كام؟ ب 73,000 مثلا. ده انا اكزامبل كام دمين. تعال نشوف الاكزامبل اللي هو عطوه لك ونشوف الطريقتين، يعني هو الطريقتين دول شارحهم باكزامبل. قال لك لو انت عندك الانيوال كاش انفلوز ب 40,000، يعني انت عندك 40,000 ده الكاش انفلوز، وعندك ديبريشيشن ب 10,000، الديبريشيشن اكسبنس بتاعتك بكام؟ ب 10,000، والتاكس ريت بكام؟ ب 40%. طيب اول طريقه قال لك ايه؟ هتحسب الكاش انفلو اللي هو 40,000 ماينس الديبريشيشن اللي هو 10,000 يديك البري تاكس انكم اللي هو كام؟ 30,000. ال 30,000 دول في التاكس ريت انت هتدفع عليهم ضرايب كام؟ 12,000. يبقى انت عندك النت انكم بكام؟ 18,000. طيب يبقى معنى كده ان انت الافتر تاكس كاش فلو، يبقى معنى كده انت اوريدي هيجي لك 40,000، ده اللي هيجي لك اكشوال، وهتدفع منه ب 12,000 ضرايب اللي انت لسه حاسبها هنا. يبقى انت كده الافتر تاكس كاش فلو بكام؟ ب 28,000. ب 28,000 حسبتها ازاي؟ تاني هنا من الاخر هو عايز يعرف انت هيجي لك 40,000 ده قبل الضرايب، بعد الضرايب هيبقوا بكام؟ طب ما اجيب النت انكم. لا، النت انكم حاجه واللي هيجي لك فلوس حاجه ثانيه. النت انكم بياخد في اعتباره نون كاش اكسبنسز، عشان كده هو عايز يحسب الكاش انفلو هينقص من الديبريشيشن عشان يجيب لك البري تاكس انكم او تاكسبل انكم، الربح الخاضع للضريبه. هنضربه في التاكس ريت ال 30,000 في 40% يديك كام؟ 12,000. يبقى معنى كده ان انت تدفع 12,000 ضرايب، يبقى معنى كده النت انكم بتاعك بكام؟ ب 18,000. شكرا، ده النت انكم. بس انا عايز اعرف الانفلو، مش الانكم، الانفلو الكاش اللي هيجي لك بعد الضرايب. طب مش انت تدفع كل سنه، مش انت تدفع كل سنه 12,000 ضرايب وهيجي لك كام؟ هيجي لك 40. يبقى انت الفلوس اللي هتخش لك كام؟ فلوس مش انكم، بكام على فلوس؟ هيجي لك 40,000 انفلو وهتدفع 12,000 ضرايب، يبقى انت الافتر تاكس كاش فلو بكام؟ ب 28,000. دي اول طريقه. تاني طريقه اللي احنا قلنا عليها الطريقه السهله، انت اللي هي تاني طريقه دي، انت بتشوف الكاش انفلو بكام؟ ب 40,000. 40,000 في 40% منهم هيروح للضرايب، انا يتفضل لي كام؟ 60%. يبقى 40,000 40% هيروحوا الضرايب اللي هم 16,000، وانا هيتفضل لي كام؟ ال 60%. ال 60% في ال 40,000 بكام؟ ب 24,000. ب 24,000، جميل. طب بس ال 24,000 دول انا هاخد منفعه ضريبيه، ليه؟ عشان عندي ضرايب ب 10,000، والضرايب دي مصروف معترف به ضريبيا، هيديني تاكس شيلد، بيسميها تاكس شيلد او تاكس بنفيت، سميها زي ما تسميها، ب 40%. يبقى 10,000 في 40%، يبقى انا هيجي لي تاكس بنفيت بكام؟ ب 24، سوري، ب 4,000. ب 4,000 اللي هي عباره عن ايه؟ عن ال 10,000 في ال 40% البنفيت اللي هاخدها من المصروف ده، يبقى انا هيجي لي بنفيت ب 4,000. يبقى معنى كده ان انا هيجي لي يبقى انا معنى كده الاوتلاي بتاعي بكام؟ او سوري، الانفلو الافتر تاكس كاش انفلو بكام؟ ب 28,000، نفس الرقم هنا. سواء تحسبها بالطريقه دي او بالطريقه دي، الاثنين هيوصلوك لنفس النتيجه. طيب برضه اكزامبل كده ظريف. قال لك the divisional management of Carlin company has proposed the purchase of a new machine that will improve the efficiency of its operations in the company's manufacturing plants. يعني في
ديفيجن معين قال والله يا جماعه احنا عايزين نشتري مكنه جديده عشان هتزود الافشنسي بتاعتنا. طب يا عم بكام المكنه دي؟ قال لك ذا بيرشيز برايس اوف ذا ماشين از 425,000. يبقى انت الانفستمنت اللي انت عايز تعمل وزي ما قلت لك الانفستمنت انت ممكن تشتري مكنه ده يعتبر انفستمنت مش لازم تشتري مصنع. تمام يعني برضو يعني حته الكابيتال بادجتنج ممكن يبقى على مستوى انك تفتح فرع جديد او تفتح مصنع جديد او تعمل خط انتاج جديد او مكنه جديده. فكل ده يعتبر بس طبعا على على ايه على على على, على, على اختلاف المستويات. The purchase price of the machine is 425,000. Costs associated with putting the machine into service include 10,000 shipping, 15,000 installation, و 6,000 for initial training. يعني هنجيب المكنة 425,000 بس المكنة مش هتيجي بس كده. ده في في شوية مصروفات جاية مع المكنة. زي الشيبينج مثلا النقل بتاعها هيبقى 10,000، الناس اللي هتركب المكن هياخدوا 15,000، وفي 6,000 عشان التريننج. تمام حلو قوي. كارلن اكسبكتس ذات ذا ماشين تو لاست 6 ييرز. يعني الراجل اللي هو او الشركه اللي اسمها كارلن متوقعين المكنه دي هتقعد معانا كام؟ 6 سنين. اند تو هاف ان استيميتد سالفج فاليو اوف 7,000. وبعد 6 سنين ده ما يخلصوا والمكنه خلاص كده تبقى تم اهلاكها بالكامل، هيبقى فيها سالفج فاليو يعني قيمتها كده كخرده بكام؟ ب 7,000. The machine is expected to produce 4,000 units a year with an expected selling price of 800 per unit and the prime cost. كم البرايم كوست اللي هي الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر؟ بكام؟ ب 750 per unit. يعني بمعنى صح المكنه دي اللي احنا هنجيبها هتطلع لنا 4,000 حته في السنة، والاكسبكتد سيلينج برايس الحتة بكام؟ ب 800، والبرايم كوست التكلفة الحتة اللي احنا هننتجها ب 750 بير يونت. يبقى احنا هنبيعها هنبيع الحتة ب 800 وهتكلفنا 750. Tax depreciation will be computed under the accelerated start method rules not macros. كلمة macros دي طريقة حسبة الضرايب في الضرايب الأمريكية. طريقة حسبة الضرايب طريقة حسبة الإهلاك الديبريشيشن في الضرايب الأمريكية اسمها ماكروز. وده إن شاء الله الناس اللي خدت الريجيليشن هتعرف الموضوع ده. الناس اللي ما خدتش الريجيليشن لما تاخدوا الريجيليشن إن شاء الله هتعرف إن في طريقة لحسبة الإهلاك لحسبة الديبريشيشن في الضرايب الأمريكية اسمها ماكروز. تمام مش موضوعنا ومش هنخش في القصة دي خالص، مش هيسألك فيها هنا يعني. تمام فقال لك tax depreciation will be computed under the accelerated straight line rules يعني بحسبة ال straight line method مش بطريقة الماكروز for 5-year property with no consideration for the salvage value. يعني بمعنى صح للأهداف الضريبة هيحسبها ب straight line method 5 سنين من غير salvage value. يعني بمعنى صح the entire asset amount capitalized will be depreciated والtax rate بكام؟ ب 40%. حلو فين بقى السؤال؟ قال لك calculate the cash flows at the beginning of the first year اللي هو year 0 وfor the years 1 to 5 and the year 6 which is the final year. يعني الراجل عايز الكاش فلو اول سنه اللي هي الانسبشن، احنا قلنا عندها ثلاث مراحل الانسبشن والاوبريشنز والديسبوزل. فهو عايز الفيرست year اللي هو year 0 وعايز وعايز من year 1 ل 5 اللي هو operations، وعايز year 6 اللي هو ايه؟ disposal. طيب جميل. مبدئيا انت عندك النت كاش اوت فلو بكام؟ في مرحلة الانسبشن انت بسم الله الرحمن الرحيم كده عشان تشتري المكنة دي دفعت كام؟ والله دفعت initial investment 425 ودفعت shipping 10,000 ودفعت انستوليشن ب 15 ودفعت تريننج بكام؟ ب 6,000. يبقى انت التوتال كاش اوت لاي يعني او الاوت فلو سميه اوت فلو سميه اوت لاي سميه زي ما تسميه دفعت في الانسبشن 456,000 دولار. ده عشان تجيب المكنه فين؟ تجيب المكنه عندك. شكرا. طيب جبت المكنه عندك هتعمل ايه؟ هتيجي تشتغل. طيب المكنه دي هتكسبك كام؟ والله المكنة دي هتبيع لي 4,000 حتة في السنة. هبيع الحتة ب 800 بس هتكلفني 750. يبقى أنا هكسب في الحتة كام؟ $50.
يبقى معنى كده ان المكنه دي هتجيب لي 50 دولار مكسب في كل حته، جوه من ال 50 دولار ال 800 سعر البيع ناقص 750 التكلفه، يبقى انا هيجي لي 50 في كل حته، وهم كام حته؟ 4000. يبقى انت عندك 4000 في 50، يبقى انا هيجي لي كام؟ 200000. ده مكسبي منين؟ من انا ابيع ان انا ابيع الحته، ابيع الحتت الزياده او المنتج الزياده نتيجه ان انا جبت المكنه. يبقى انا هيجي لي كام؟ 200000. والله بس ال 200000 دول، ال 200000 دول ال 200000 دول انا هدفع عليهم ضرايب. هدفع عليهم ضرايب بكام؟ ب 40%، اللي هو ده قال لك التاكس ريت بكام؟ 40%، صح؟ يبقى انا هدفع ال 200000 دول هدفع ضرايب 40%، يبقى ال 200000 دول هدفع 80000 ضرايب. حلو، بس خلي بالك من حاجه، ال 200000 دي اللي انت حسبت عليها الضرايب جواها ديبريشيشن انت لسه ما حسبتهوش، او هتاخد منه تاكس شيلد او تاكس بنفيت، صح؟ انت عندك الديبريشيشن بكام؟ انت عندك المكنه ب 456000، وهو قال لك ان هو هيحسبها على هيحسبها على 5 سنين، يبقى 456000 على 5 سنين يجيب لك الديبريشيشن بتاع السنه الواحده. والديبريشيشن بتاع السنه الواحده ده هتاخد عليه تاكس بنفيت او تاكس شيلد بكام؟ ب 40%. يبقى 456000 على 5 تضربها في 40%، يبقى انت هيجي لك بنفيت بكام؟ ب 36000 تخفض لك ضرايبك. يبقى انت ضرايبك مش 80000، انت ضرايبك هتساوي ال 80000 ناقص الضرايبك، الضرايب بتاعتك هتساوي ال 80000 ناقص ال 36480. يبقى انت الضرايب بتاعك مش 80000، ده انت هتدفع الضرايب 80000 بس هتاخد بنفيت ب 36480، يبقى انت مش هتدفع 80000، تدفع مش عارف 43000 وشويه، تمام؟ يبقى معنى كده ان انت يبقى انت عندك 200000 هيخشوا لك كانكم، هتدفع ضرايب 80000 بس الضرايب هتقول لك لا انا ما تدفعش 80000 كلهم، هتاخد بنفيت 36480 عشان الديبريشيشن. يبقى انت عندك الانفلو بكام؟ ب 156480 ده كل سنه. يبقى انت كل سنه هيجي لك كاش انفلو ب 156480. طيب اخر سنه، والله اخر سنه الراجل قال لك احنا اخر سنه كده المكنه دي خلاص هيتم اهلاكها بالكامل، وبعد كده مش هنشتغل، هتبقى خرده. بس ستيل برضو انت عندك المكنه انتجت لك 4000 حته، وفي ضرايب بكام؟ ب 80000. جميل. السؤال، هل هتاخد، ركز قوي في الحته دي، هل هتاخد ديبريشيشن في السنه السادسه؟ لا. ليه؟ عشان هو بيهلكها، ركز في الحته دي قوي، عشان هو بيهلكها ضريبيا، هو بيهلكها ضريبيا على 5 سنين فقط. قال لك اهو، قال لك ان هو فين كان كتابه هنا اهو، قال لك tax depreciation will be computed under the straight line method for 5 years. يعني ايه 5 years؟ يعني الراجل ضريبيا اهلك لك المكنه على 5 سنين. يعني معنى كده ان المكنه تم اهلاكها بالكامل ضريبيا على 5 سنين. فمعنى كده ان هذه السنه السادسه الراجل بتاع الضرايب هيعترف لك باي مصروف ضريبه، اي مصروف اهلاك يتم اعتراف به ضريبيا؟ لا، قال خلاص يا معلم، انت اهلكت المكنه ضريبيا اول 5 سنين، السنه السادسه كل سنه طيب، مفيش اهلاك، مفيش ديبريشيشن. يعني معنى كده ان انت عندك نو ديبريشيشن في يير 6، يير 6، يبقى انت ما عندكش بنفيت، يبقى مش هتاخد بنفيت. يبقى خلي بالك، بص، من اول سنه الخامسه، سوري، من اول سنه الاولى للسنه الخامسه انت كنت بتاخد، بص معايا في الشاشه، كنت بتاخد 36480 كايه؟ كتاكس شيلد او تاكس بنفيت من الضرايب، لكن السنه السادسه مفيش عندك ضرايب ان انت تم اهلاكها بالكامل، فكل سنه طيب ما عندكش ايه؟ ما عندكش تاكس بنفيت. بس انت عندك هترمي المكنه، والمكنه قال لك هو ان هيبقى البوك فاليو بتاعها، او سوري، السلفج فاليو بتاعها ب 7000. السلفج فاليو بتاعها بكام؟ ب 7000. جميل؟
وانت هترميها صح، وانت ايه هترميها. يبقى معنى كده ان انت التاكس افكت بتاعك، التاكس افكت بتاعك ال 7000 جنيه في 60% اللي هي نيت اوف تاكس، ده الايه، ده الجيم بتاعك يعني. بمعنى اصح انت عندك كده قال لك ان المكنه اهو فين 7200 اهو اكسبكت ذا ماشين اند هاف استيميتد سالفج فاليو ب 7000. يبقى انت معنى كده ان انت هيجي لك كام لما هترميها؟ هيجي لك مقابلها 7000. ال 7000 دول، ال 7000 دول مش كلهم هيجوا لك. ليه؟ ان ال 7000 دول انت هتبيعهم خرده، هتبيع المكنه خرده وهيجي لك 7000 دولار. ال 7000 دولار دول هيبقى عليهم ضرايب كام؟ 40%. يتبقى لك كام؟ 60%. يبقى انت ال 7000 دول 40% هيروحوا ضرايب، يبقى النت افكت بتاعك او النت انفلو بتاعك 4200. ايه هي ال 4200؟ ال 7000 في ال 60% اللي هي النت اوف تاكس، يبقى انت هيخش لك 4200. يبقى الكاش انفلو في اخر سنه بكام؟ 200000 ناقص 80 الضرايب هتدفعها، زائد 4200 اللي هو الجين اللي انت هيجي لك مقابل انك رميت الاسيت او بعت الاسيت، بعت الاسيت خرده نت اوف تاكس، يجي لك 124000 وكام؟ 200. ده الاكزامبل الظريف بتاع الكابيتال بروفيت. نخش على الديسكاونتد كاش فلو. الديسكاونتد كاش فلو، الديسكاونتد كاش فلو هو اخذ فكره الكاش ان فلوز او اوت فلوز المستقبليه وعمل لها ديسكاونتنج يوزنج البريزنت فاليو. تمام، يعني معنى صح نفس فكره احنا شرحنا الموضوع ده في الفقره قبل كده. دلوقتي انت لما هيجي لك ان فلو في خلال سنه، سنتين، خمس سنين، 10 سنين، هل قيمه الفلوس كمان خمس سنين زي قيمتها دلوقتي؟ اكيد لا. ففي الاكزامبل اللي فات احنا الحاجات اللي قعدنا نتكلم فيها اللي فاتت، لو اخدت بالك ان هو كان بيحسب مثلا هنا، مثلا لما قلنا الكاش فلو من ييرز 1 تو 5 هياخد لك، قال لك ان في ان فلو ب 156000 كل سنه لمده 5 سنين وخلاص. بس هل ال 156000 اللي كمان 3 سنين نفس القيمه بتاعتها زي دلوقتي؟ اكيد لا. عشان كده فكره الديسكاونتد كاش فلو ان انت لما بتعمل فالويشن لاي بروجكت بتعمل ديسكاونت للكاش فلوز. على فكره بتعمل ديسكاونت للكاش فلو سواء اوت فلو او ان فلو، يعني لو انت هتدفع حاجه مستقبليه او هيجي لك حاجه مستقبليه، تمام، وتجيب قيمتها الحاليه بتجيب البريزنت فاليو، تمام. فده الكونسبت اللي انت بتستخدمه، والكونسبت ده بتستخدمه في كذا طريقه. يعني هناخد النهارده ان شاء الله النت بريزنت فاليو. طريقه النت بريزنت فاليو ان انت ازاي تعمل فالويشن لبروجكت معين او تقيم مشروع معين وتشوف هل المشروع ده ينفع تخش فيه هيكسبك ولا هيخسرك، تمام. فالنت بريزنت فاليو ده طريقه من الطرق اللي بتستخدم البريزنت فاليو او الديسكاونتد كاش فلو، تمام. يبقى الديسكاونتد كاش فلو فالويشن ميثودز انكلودنج ذا نت بريزنت فاليو اند ذا انترنال ريت اوف ريتيرن ميثودز الاي ار ار هناخدها ان شاء الله المره الجايه، ار تكنيكس ذات يوز تايم فاليو اوف ماني كونسبتس to measure the present value of cash inflows and out and cash outflows expected from a project. يعني ما نصح بتعمل discounting لل cash inflows or outflows وتشوف الدنيا ماشية ازاي using the using the present value. Objectives and components of discounted cash flows as used in capital budgeting. طيب، قال لك the objective of a discounted cash flow method is to focus attention of management on relevant cash flows appropriately discounted to present value. يعني هدفها ان انت ان المانجمنت تاخد في اعتبارها او تاخد في اعتبارها ان في حاجه اسمها present value، قيمه حاليه للكاش انفلوز المستقبليه. يعني بمعنى صح مش معنى ان انت هيجي لك مثلا سي مثلا 200000 دولار كمان 6 سنين يبقى انت تفرح. ليه؟ ان ال 200000 دولار اللي كمان 6 سنين قيمتهم القيمه الحاليه بتاعتهم مختلفه، ان في حاجه اسمها time value of money زي ما شرحنا في الفقره قبل كده. The factors used to evaluate capital investments are under discounted cash flow include the dollar amount of the initial investment, the dollar amount of the future cash inflows and outflows and the rate of desire or rate of return desired for the project. تمام.
يبقى معنى صح، انت لما تاخد في اعتبارك الديسكاونت الكاش فلو، او راح تجيب البريزنت فاليو، انت تاخد في اعتبارك كل الاماونت، سواء ان فلوز اوت فلوز، سواء في الانيشال انفستمنت او سواء في الاوبريشنز او حتى سواء في الديسبوزل. ان احنا زي ما قلنا ان الكاش فلو له ثلاث مراحل، الانيشال انفستمنت والاوبريشنز وايه والديسبوزل. rate of return desired for the project. The rate used to discount future cash flows may be set by management using several different approaches. يعني ال rate of return اللي انت بتستخدمها انك بتجيب بيها present value، زي ما لو تفتكر في الفار، لما بتجيب present value انت بتجيب الفاكتور منين؟ من جدول، والجدول ده بيبقى فيه عنصرين، في الانترست ريتس او في الريت وفي ايه الديوريشن. الديوريشن ماشي معروفه، سنه 2 3 5 حسب الفتره بتاعتك. طب الريت حسب الانترست ريت. الانترست ريت المانجمنت او الناس بتستخدم طرق مختلفه ان هي تجيب الريت ده. منهم مثلا الناس بتستخدم الويتد افريج كوست اوف كابيتال، يعني المانجمنت مي يوز الويتد افريج كوست اوف كابيتال ميثود. يعني انت ممكن الويتد افريج كوست اوف كابيتال ميثود تبقى دي الريت بتاعتك اللي انت هتعمل بيها ايه ديسكاونتنج، باعتبار ان لو البروجكت بتاعك عدى الويتد افريج كوست اوف كابيتال ده المينيمم بتاعك، ده يبقى خير وبركه. لو ما عداش يبقى المشروع كده ايه ملوش لازمه. تمام، يبقى انت مانجمنت ممكن تستخدم الويتد افريج كوست اوف كابيتال او دبليو اي سي سي او سبيسيفيك تارجت ريت، او ممكن يبقى عندها تارجت ريت معين هي مثلا عارفه ان هي محتاجه في البروجكت ده 30% مثلا يعني. أو or the rate that relates to the risk specified or specific to the proposed project. أو ممكن يبقى rate معين نتيجة مثلا إن ده project risky في منطقة مثلا risky أو منطقة حروب، فإحنا عايزين، لأ إحنا عشان نخش في حتة زي كده محتاجين يبقى عندنا rate of return عالي شوية. If the proposed project is similar in risk to the ongoing projects of the companies WACC is appropriate because it reflects the market assessment on the average risk on the company projects. ولو ال desired rate of return واخد في اعتباره الريسك يساوي ال WA او weighted average cost of capital، تمام، ده معنى كده ان انت واخد في اعتبارك الريسك فاكتور في ايه في الحسبه بتاعتك. limitations of discounted cash flow، ايه limitations او ايه المعوقات في فكره الديسكاونتد كاش فلو؟ اول حاجه قالك discounted cash flow methods are widely viewed as superior to methods that do not consider time value of money. يعني discounted cash flow هي من احسن الطرق اللي انت ممكن تستخدمها مقارنه بالطرق الثانيه اللي ما بتاخدش في اعتبارها التايم فاليو اوف ماني. يعني لو في عندك طريقه ثانيه بتعتمد ان انت هيجي لك كام كمان 5 سنين وهو نفس الاماونت وخلاص، ما بتعملش discounting للاماونت using present value، يبقى الطريقه دي احسن بكتير، طبيعي ان هي بتاخد في اعتبارها ايه التايم فاليو اوف ماني. however a discounted cash flow methods do have an important limitation. يعني في مشكله مهمه في الطريقه دي. they frequently use a single interest rate assumption. يعني في الاغلب بيستخدموا single interest rate assumption، يعني على مستوى البروجكت بيعمل discounting بانترست ريت واحده او بريت واحده. this assumption is often unrealistic because over time as management evaluates its alternatives actual interest rates or risks may fluctuate. يعني واقعيا في الواقع العملي الموضوع ده ممكن يبقاش واقعي شويه او عملي شويه. ليه؟ ان بمرور الوقت طبيعي ان المانجمنت هيجي لها اختيارات ثانيه او هيجي لها alternatives ثانيه او هيجي لها او ريسك هتزيد او ريسك هتقل، فبالطبيعي ان الريتيرن او الريت اللي انت بتعمل بيه ديسكاونتنج ممكن يبقى انت محتاج تغيره بيزد على ايه؟ بيزد على الانبوت او المعطيات ايه الجديده. اول ابلكيشن للبريزنت فاليو مع طريقه النت بريزنت فاليو ميثود او الان بي في. الان بي في هي من اشهر الطرق الموجوده للفالويشن للانفستمنت، تمام؟ يعني من اشهر الطرق الموجوده ان الناس بتستخدمها عشان تعمل فالويشن للانفستمنت وتشوف هل تخش الانفستمنت ده لا، طريقه الان بي في. قبل ما اكمل اول ما ابتدي، في الواقع العملي انت ما بتاخدش طريقه واحده تقيم بيها بروجكت وتطلع تجري وخلاص. يعني بمعنى صح، انت لو عندك بروجكت معين انت بتحسب الام بي في وبتحسب الاي ار ار وبتحسب البي باك ميثود
وبتحسب له حاجات كتيره جدا. مفيش بروجكت او مفيش حد عاقل تمام بيحسب او بياخد قرار في بروجكت معين بيزد على ايه، على طريقه واحده. فانا مش معنى ان انا هقول لك هنا ان بيزد على الطريقه دي يبقى تاخد البروجكت ولا لا، مش معنى ان انت هتاخد الموضوع مسلم بيه. في الواقع العملي الناس بتحسب حاجات كتيره تمام، وبيزد بقى على الانبوت او بيزد على الـ على الـ على الاوتبوت اللي من كل طريقه تمام، بيزد على الاوتبوت اللي من كل طريقه. انت في الاخر بتقرر هل البروجكت ده بروجكت ظريف لطيف اخش فيه وتوكل على الله، ولا البروجكت ده شكل كده هلبس فيه ويبقى ايه افكس له من الاول. يبقى هشرح لك الام بي في، بس مش معناها في الواقع العملي ان انت الام بي في هي الطريقه الوحيده اللي انت بتستعملها وعلى اساسها بتاخد قرارك. لا، انت بتاخدها كفاكتور كجايد كمؤشر وسط جايدز تانية كتيرة قوي عشان تعرف هل تخش في حاجة زي كده ولا تفكس لها. The objective of the net present value method is to focus decision makers on the initial investment amount that is required to purchase or invest in a capital asset that will yield returns in an amount in excess of the management designated hurdle rates. يعني بمعنى صح الطريقة دي بتركز او بتقول لك ان انت او بتفوكس على فكرة ان انت بتحسب لك انت حاليا هتدفع كام للانيشال انفستمنت او الانيشال اوتلاي ده حاليا، وبعد كده هيجي لك كام على مدار السنين تمام. والله الفلوس اللي هتجي لك على مدار السنين، ركز معايا، الفلوس اللي هتجي لك على مدار السنين سواء بقى 5 سنين 10 سنين حسب البروجكت، نقول مثلا البروجكت مثلا على 10 سنين، لو انت الفلوس اللي هتجي لك على مدار 10 سنين لما تحسب لها البريزنت فاليو بتاعها وتجيب البريزنت فاليو بتاع الكاش ان الفيوتشر، خلينا ابقى دقيق معاك، بتاع الفيوتشر كاش نت كاش فلو المستقبلي، لما تجيب له البريزنت فاليو بتاعه ولا البريزنت فاليو بتاعه طلع اكتر من الانيشال انفستمنت خير وبركه، طلع اقل منه يبقى ملوش لازمه. بمعنى انا عندي بروبوزل ان انا مثلا ان انا استثمر في مصنع معين او في انفستمنت معين، المفروض ادفع كام دلوقتي؟ المفروض دلوقتي ادفع مليون دولار تمام، المفروض ادفع دلوقتي مليون دولار، ده انيشال انفستمنت دلوقتي. طب مقابل ايه؟ مقابل ان هيجي لي ريتيرن على مدار 10 سنين مثلا، نقول مثلا 10 سنين. طب الريتيرن اللي هيجي لي 10 سنين ده قد ايه؟ نقول مثلا اول سنه 300، اول سنه مثلا 30000، ثاني سنه 200000، ثالث سنه 40000، ثالث سنه خامس سنه 70000 وهكذا. هيجي لك ريتيرن معين على مدار ال 10 سنين. طيب الطريقه ببساطه كده ان انت بتجيب البريزنت فاليو بتاع الفيوتشر كاش فلوز وتشوف التوتال بتاعهم، التوتال بريزنت فاليو بتاع الفيوتشر كاش فلوز المستقبليه، لو طلعت مثلا سي مثلا التوتال بتاع 10 سنين بعد ما جبت له البريزنت فاليو طلع مليون و200، هيبقى انت عندك الان بي في بالبوزيتيف. ليه؟ انت عندك الانفلو بمليون و200 البريزنت فاليو بتاع الانفلو بمليون و200، وعندك كاش اوت لاي او انيشال انفستمنت بمليون، يبقى انت عندك النت بريزنت فاليو بكام؟ ب 200000. يبقى انت كده البروجكت المفروض ان هو ظريف وجميل وممكن تفكر فيه تمام. لكن لو البروجكت هتدفع له دلوقتي مليون دولار والنت والبريزنت فاليو بتاع الفيوتشر كاش فلوز المستقبليه سي مثلا 800000، يبقى انت هتدفع دلوقتي مليون عشان يجي لك على مدار السنين ما يساوي بريزنت فاليو 800000، يبقى انت عندك نت بريزنت فاليو بايه؟ بالنيجاتيف. يبقى الموضوع كده من اوله كده ايه شكله؟ ايه شكله؟ هيفكس منك تمام. دي كده شرح البريزنت الام بي في بالبلدي تمام. ناخد بقى نشوف الكلام بيقول ايه. ام بي في ريكوايرز مانجرز تو ايفالويت ذا دولار اماونت اوف ذا ريتيرن راذر ذان برسنتجز اوف ريتيرن. خلي بالك من حاجه، انا هنا بقارن ايه؟ اماونت باماونت، دولار بدولار. يعني بيقول لك انا هدفع مليون دولار وهيجي لي مليون و200 او هيجي لي 800 او هيجي لي 500. انا مش بقارن ريت بريت، مش بقول لك 50 مثلا 30% ب 20% او 7% ب 15%، لا انا مش بقارن ريت بريت، ومش بقارن سنين معينه. يعني مش بقارن مثلا اقول لك البروجكت ده هيجيب فلوسه في 3 سنين، البروجكت ده هيجيب فلوسه في 5 سنين، لا انا هنا بقارن اماونت باماونت. خلي بالك من الجمله دي مهمه جدا. ام بي في ريكوايرز مانجرز تو ايفالويت ذا دولار اماونت اوف ريتيرن راذر ذان برسنتجز اوف ريتيرن.
ليه؟ عشان في طريقه تانية بتستعمل فيها البرسنتجز as with the internal rate of return method. في طريقه اسمها الاي ار ار او الانترنال ريت اوف ريتيرن، ودي هناخد المحاضره اللي جايه ان شاء الله. تمام، الطريقه دي انت بتقارن برسنتج ببرسنتج، مش دولار بدولار، مش دولار اماونت بدولار اماونت. تمام، او years to recover principal اللي هي الطريقه اسمها pay back method. تمام، في طريقه ثالثه اسمها pay back method اللي انت بتشوف البروجكت بتاعك ده هيجيب فلوس في قد ايه، قد ايه وقت. تمام، ففي يبقى انت عندك ثلاث طرق اهو، عندك طريقه الام بي في، عندك طريقه الاي ار ار، وعندك طريقه البي باك ميثود. انت المفروض تستعمل ايه؟ تستعمل الثلاثه. انت المفروض تستعمل الثلاثه، وبناء على المعلومات اللي بيجي لك من الثلاثه انت هتقرر، لكن ما ينفعش تاخد طريقه واحده وخلاص. طيب نت بريزنت فاليو از كالكوليتد از فولو. ازاي بتحسب، ازاي بتحسب النت بريزنت فاليو؟ مبدئيا استيميت ذا كاش فلو. لازم تعرف، لازم تشوف الكاش فلو اللي هيطلع من عندك، الكاش فلو سوري، لازم تشوف الكاش فلو اللي هيطلع او يخش لك. عايز تشوف الكاش فلو، على فكره كلمه كاش فلو هي التدفقات النقديه، سواء ان فلو يعني تدفقات داخلالي، تمام، او متحصلات او مدخولات، سميها زي ما تسميها، ان فلو او اوت فلو. يبقى كلمه كاش فلو هي في تدفقات، ان بقى ولا اوت ما اعرفش، ممكن تبقى ان فلو ممكن تبقى اوت فلو. يبقى انت بتحسب الكاش فلو، سواء الانفلو اللي هيجي لك في مدار السنين او سواء الاوت فلو. وخلي بالك من حاجه، الاوت فلو ممكن يبقى فيه اوت فلو دلوقتي طبيعي اللي هو الانيشال انفستمنت، وممكن يكون فيه اوت فلو قدام، زي مثلا انت عندك مثلا زي مثلا مصروفات معينه هتدفعها كل سنه، فما تفتكرش ان الاوت فلو بيبقى حالي في الانيشال انفستمنت بس، ده الاوت فلو ممكن يبقى عادي جدا على مدار السنين. تمام، كجزء من عمليه الاوبريشنز. يبقى اول حاجه استيميت ذا كاش فلو، استيميت اول دايركت اند ان دايركت افتر تاكس كاش فلوز بوث ان فلوز اند اوت فلوز. قال لك بص، قال لك ايه، اعمل توقع لكل الدايركت والاندايركت افتر تاكس كاش فلوز، سواء ان فلو او سواء ايه اوت فلو ريليتد تو ذا انفستمنت. طيب اول حاجه قال لك خلي بالك منها، اجنور ديبريشيشن انليس اتاك شيلد. يعني لو في تاكس شيلد عندك ماشي احسبه، لكن لو ما فيش تاكس شيلد اجنور الديبريشيشن، ملوش علاقه. يبقى اد ويز دي سي اف ميثود ديبريشيشن از اجنورد اكسبت تو ذا اكستنت ات ريدوسز تاكس بيمنتس، اللي هو تاكس شيلد او تاكس بنفيت. تمام، يبقى انت بتتجاهل ديبريشيشن الا لو في تاكس شيلد او تاكس بنفيت. Use of accelerated instead of straight time depreciation method increases the present value of depreciation tax sheet. الحته دي مش هشرحها عشان دي لها علاقه بحسبه الضرايب، accelerated method versus straight line method. انا شرحتها اوريدي في الفار، يعني انا اوريدي شرحتها في الفار، حته ان انت الاكسلريتد ميثود ان انت بتاخد depreciation اكتر في الاول versus ان انت تقسم الموضوع straight line method، شرحتها في الفار قبل كده، وهتتشرح تاني في الريجوليشن، ان انت في الريجليشن هتتشرح عشان حسبه الضرايب، سوري حسبه الاهلاك في الضرايب برضه هيبقى فيها نفس الكومبارزن، فايه مش موضوعنا دلوقتي. ثاني حاجه اجنورنج انترست اكسبنس، تجاهل انترست اكسبنس ليه؟ عشان اصلا فكره الديسكاونتنج ان انت اصلا بتعمل ديسكاونتنج يوزنج ايه؟ ريت، انترست ريت، سواء بقى الريت دي دبليو اي ويتد افريج كوست اوف كابيتال، سواء بقى تارجت ريت، سواء وات ايفر، بس مهم تعمل discounting. فقال لك the discounting process itself deals with the cost to finance the project and therefore the finance costs are excluded from the cash A from the cash flow forecast. يبقى ده اول حاجه هتعمل ايه؟ estimation للكاش فلو، هتشوف الكاش فلو بتاعك سواء ايه؟ سواء ان او سواء ايه؟ او سواء اوت. discount the cash flow. بعد كده تاني حاجه هتعمل ايه؟ discount الكاش فلو، يعني بمعنى صح هتحسب الكاش فلو، سوري هتحسب، هتعمل ديسكاونت للكاش فلو، هتحسب البريزنت فاليو بتاع الكاش فلو سواء الان فلو او الاوت فلو. لو في حاجه بتطلع في نفس السنه، لو في حاجه في اول سنه، احنا البريزنت فاليو بتاع اول سنه بكام؟ ب 1. افتكر درس البريزنت فاليو، افتكر درس البريزنت فاليو شرحته في الفار، ولما قلنا التيبلز ومش التيبلز وفي عندك البريزنت فاليو بتاع الانيوتي والبريزنت فاليو بتاع اللامسم وحاجات كده كانت كتيره. تمام، فانت لو عندك بيمنت هيطلع انيشال بيمنت دلوقتي، فالبريزنت فاليو بتاعه 1،
فمعنى كده ان الاماونت مش هيبقى ديسكاونتد. لكن لو عندك بيمنت هيبقى كمان سنتين 3 سنين 10 سنين وات ايفر، سواء بيمنت او سواء انفلو، ده اللي هتجيب له ايه؟ هتجيب له البريزنت فاليو بتاعه يوزنج ايه؟ الفاكتورز. لو تفتكر احنا بنجيب البريزنت فاليو ازاي؟ بتجيب الاماونت تضربه في الفاكتور. الفاكتور بتجيبه منين؟ يا اما هيديهولك في الاغلب هيديهولك، او انت هتجيبه من التيبل الجدول. الجدول هتشوف الانترست ريت مع البيريود او العكس وات ايفر، وتشوف الفاكتور بكام وخلاص. طيب وبعد كده compare the present values of outflows and a and inflows. طيب هناخد بقى ايه؟ هناخد اكزامبل يفهمك الموضوع ده. ادي حته ازاي تقرا النت present value. زي ما قلت لك ان القرار بيبقى عباره عن present value بتاع inflow minus present value بتاع outflow. فلو النتيجه positive معناها ان انت البروجكت يعتبر كويس، فتفكر فيه. لو زيرو سوري، او لو بوزيتيف معناها ميك انفستمنت. لو بوزيتيف لا فكر في البروجكت. تمام. لو نيجاتيف معناها ايه؟ لا خلي بالك ممكن الموضوع يفكس منك. تمام. طب لو زيرو انديفرنس معناها ان الموضوع مكيد، مكيد يعني الانفلو قد الاوتفلو. تمام. يبقى تاخد بالك من الموضوع ده. Interest rate adjustment for required return. Net present values analysis may incorporate many types of hurdle rates. يعني ال net present value analysis بتاخد في اعتبارها rates كتيرة. زي ال cost of capital أو weighted average cost of capital, interest rate of the opportunity cost, or some other minimum requirement required rate of returns. All rates are determined by the management. من طبعا يعني انت حسب انهي rate هتستخدمها، وكده كده rate مين بيحددها؟ اللي بيحددها المانجمنت. طيب يعني مثلا adjustments to rates بقيمة rates may be modified generally increase. في الأغلب الريتس بتزيد، في الأغلب الريتس بتزيد. ليه؟ زي مثلا الريسك. الريسك لو زادت discount rate may be increased to further factor differences the risk into analysis. يعني معناها ايه؟ معناها انت لو عندك الريسك اكتر فانت هتطلب ريسك، فانت هتطلب ريتيرن اعلى. فانت لو عندك الريسك زاد الريتيرن هيزيد، فساعتها ممكن تفكر في انك تعدل ايه؟ تعدل الريتيرن او الريت اللي انت بتستخدمه. او الانفليشن تضخم، طبيعي ان الريت ممكن تزيد عشان تعوض فرق الانفليشن، فده برضو طبيعي. طيب different rates يعني ايه الكلام ده؟ قال لك different rates may be used for different time periods using the NPV. يعني for example 12% might be the rate for the first 3 years and 15% which reflects a higher risk might be the rate of the subsequent years. If the NPV is greater than 0 the project will be accepted. يعني بمعنى صح انت ممكن تستخدم rates على bundles او على segments. يعني انت مثلا ممكن تقول اول 3 سنين انا هعمل discounting using 12%، بعد كده مثلا من السنه الرابعه للسنه العاشره هعمل discounting using 15%. ليه؟ عشان البروجكت هيبقى مور ريسكي، عشان لسه لونج تيرم ومحدش عارف الدنيا هتبقى فيها ايه وهكذا. فانت ممكن تقسم الفترات. الحته دي بتاعت ال MPV احسن من IRR مش هقولها غير لما اشرح الاي ار ار، والاي ار ار ان شاء الله المره اللي جايه. بص يا سيدي هاخد اكزامبل. قال لك ماكلين انكوربريشن از كونسيدرينج ذا بيرتشيز اوف نيو ماشين. تمام. يعني شركه اسمها ماكلين عايزه تشتري مكنه جديده. الكوست 150,000، تكلفته ب 150,000. ذا ماشين هاز استيميتد يوسف لايف فور 3 ييرز. المكنه اليوسف اللايف بتاعتها كام؟ 3 سنين. Assume for simplicity that the equipment will be fully depreciated for tax purposes 30% 40% و30%. يعني الديبريشن بتاعها للتاكس purposes 30% اول سنه 40% ثاني سنه 30% ثالث سنه. ده للتسهيل، يعني مفيش حاجه اسمها كده في الواقع العملي. تمام. بس ايه للتسهيل يعني. The new machine will have 10,000 resale value at the end of the estimated useful life. يعني في الاخر اخر فتره ممكن تتباع سالفج فاليو قد ايه؟ ب 10,000.
The machine is expected to save the company 85,000 per year in operating expenses. يعني المكنة دي لما هنجيبها هتوفر لنا في السنة 85,000 دولار. McLean uses 40% estimated tax rate and 16% hurdle rate to evaluate capital project. يعني هو بيستخدم هو عنده 40% tax rate والrate of return أو الهاردل ريت بتاعه اللي بيستخدمه للإيفالويشن للكابيتال بروجكت ب 16%. وعطاك الجدول زي ما قلت لك الراجل هيديك الجدول تمام. year 1 ده البريزنت فاليو ل 1 دولار وده البريزنت فاليو للانويتي للاوردينري انويتي. زي ما قلت لك انت عندك جدول للمبالغ اللي هي اللامسم اللي هي المبلغ لوحده وعندك جدول للبريزنت فاليو بتاع الانويتي للدفعات تمام. ودي طبعا دي حاجه ودي حاجه ثانيه. فده ده عند 16% year 1 ده الجدول بتاع البريزنت فاليو عند للدولار لامسم وده الايه الاوردينري انويتي للدفعات تمام. الراجل قال لك calculate the net present value of the proposed purchase of the machine. حلو قوي الموضوع سهل جدا. مبدئيا لازم تحسب depreciation shield. مبدئيا depreciation shield calculate the annual depreciation tax shield as follows. هتحسب ازاي؟ مبدئيا عندك التاكس ريت 40% زي الفل. depreciation ال cost of assets بتاع year 1 و year 3 انت هتعمل ديبريشيشن 30% بتاع يير 2 40%. يعني انت هو قال لك الديبريشيشن 30% اول سنه 40% ثاني سنه 30% ثالث سنه. فانت هتحسب الاول وثالث سنه نفس الرقم وهتحسب الثاني سنه رقم مختلف. تكلفه الاصل كام؟ 150,000. الديبريشيشن ريت بكام للسنه؟ 30%. يبقى الانوال ديبريشيشن بكام؟ ب 45,000. التاكس ريت بكام؟ ب 40%. يبقى انت هيجي لك تاكس شيلد او تاكس بنفيت ب 18,000 لاول سنه وثالث سنه عشان 30%. نفس الفكره يير 2 150,000 ف 40% ب 60,000. 60,000 ده الديبريشيشن وهتاخد منه تاكس شيلد ب 40%. يبقى التاكس شيلد بتاعك بكام؟ ب 24,000. يبقى انت كده حسبت التاكس شيلد بالنسبه لاول سنه 18,000، ثاني سنه ب 24,000، تالت سنه بكام؟ ب 18,000. طيب السيفنجز الانيوال سيفنجز انت هيجي لك سيفنجز بكام كل سنه؟ والله حضرتك انا الانيوال سيفنجز بتاعتي 85,000 دولار. يعني الراجل قال لك انت المكنه دي هتوفر لك 85,000 دولار من مصاريفك. لما توفر لك 85,000 دولار من مصاريفك معنى كده ان البروفيت بتاعك او الانكم بتاعك هيزيد بكام؟ ب 85,000. بس هل ال 85,000 كلهم بتوعك ولا الضرايب هتاخد منهم حته؟ الضرايب هتاخد منهم حته، الحته دي قد ايه؟ 40% وهتسيب لك كام؟ 60%. يبقى انت عندك الانيوال سيفنجز ب 85,000 بس مش كلهم بتوعك، الضرايب هتاكل منهم حته، تاكل منهم 40% وتسيب لك 60%. هيبقى انت عندك الانيوال سيفنجز بتاعك بكام؟ ب 51,000 اللي هي 85,000 في 60%. طيب ده بالنسبه للسيفنجز. يبقى انا كده حسبت ايه؟ depreciation shield وحسبت annual savings. احسب السالفج فاليو. السالفج فاليو والله انا في اخر السنه الثالثه المكنه هتبقى فولي ديبريشيتد، استهلكت بالكامل او اهلكت بالكامل، بس هبيعها بكام؟ ب 10,000. يبقى انا هبيعها ب 10,000. البيز بتاع الماشين او البوك فاليو بتاع الماشين ضريبيا بكام؟ بصفر، فولي ديبريشيتد. يبقى انا عندي الجين بكام؟ ب 10,000. الجين ده هل هتاخده لوحدك ولا الضرايب هتاكل منه حته؟ الضرايب هتاكل منه 40%، تسيب لك كام؟ 60%. يبقى انت عندك الكاش انفلو اللي هيجي لك من الجين انك تبيع الاصل الثابت ده بكام؟ ب 6,000، اللي هو ال 10,000 الجين ناقص ال 40% الضرايب يديك 60%. طيب نحسب بقى البريزنت فاليو. والله انا في اول سنه او سوري يير زيرو، يير زيرو اللي هو حاليا دلوقتي في اللحظه دي، انا اشتريت مكنه ب 150,000. هيبقى انت عندك between brackets يعني اوت فلو، يعني انت عندك اوت فلو بكام؟ ب 150,000. هل فيها الضرايب؟ ما فيهاش ضرايب. يبقى الافتر تاكس او كاش فلو بكام؟ ب 150,000. الديسكاونت ريت بكام؟ عايز حاجه هتدفعها دلوقتي، عايز قيمتها دلوقتي ب 1، ان مفيش بريزنت فاليو لحاجه بتاعت النهارده.
البريزنت فاليو لازم حاجه تكون عدى عليها ايه فتره. فانت حاجه جبتها دلوقتي او حاجه هتدفعها دلوقتي قيمتها دلوقتي كام؟ هي نفس القيمه. يبقى 150000 في الديسكاونت ريت 1 يبقى البريزنت فاليو بكام؟ ب 150000 اوت فلو بتوين براكتس يعني اوت فلو، دي فلوس هتطلع من عندي. طيب يير 1 انا هيجي ديبريشيشن تاكس شيلد بكام؟ هيجي ديبريشيشن تاكس شيلد بكام؟ ب 18000. جبتها منين؟ اهو من هنا ب 18000. وهيجي لي انوال سيفنجز ب 51000. وهيجي لي انوال سيفنجز بكام؟ ب 51000. منين؟ اهي اللي هي انوال سيفنجز 51000. يبقى انا هيجي لي افتر تاكس كاش فلو بكام؟ يبقى انا هيجي لي انفلو بعد الضرايب بكام؟ 18000 زائد 51000 يديني 69000. يبقى انا هيجي لي بعد سنه، هيجي لي بعد سنه 69000. بس ال 69000 دول ده هيسه مش دلوقتي، ده هيجي بعد سنه. يبقى اجيب لهم البريزنت فاليو بتاعهم. اجيب البريزنت فاليو بتاعهم ازاي؟ اضربه في الفاكتور. فين الفاكتور؟ اهو. قال لك سنه عند 16% في 0.68. فهضرب 69000 في 0.68، معنى كده ان ال 69000 اللي هيجوا لي كمان سنه قيمتهم دلوقتي كام؟ 59478. ده اول سنه. طب تاني سنه هيجي ديبريشيشن شيلد، ديبريشيشن تاك شيلد ب 24000. 24 اهو لسه حسابها هنا. وهيجي لي انوال سيفنجز ب 51000 اهو من هنا. يبقى انا هيجي لي افتر تاكس كاش فلو بكام؟ ب 75000. ده كام؟ ده كمان سنتين. اجيب البريزنت فاليو بتاعهم دلوقتي اضربه الفاكتور اللي عطوا لي في الجدول ب 0.743، يبقى البريزنت فاليو بتاعها دلوقتي كام؟ 55000. طب تالت سنه هيجي لي 18000 من ديبريشيشن تاكس شيلد، وهيجي لي انوال سيفنجز ب 51000، وهيجي لي سالفج فاليو انفلو ب 6000 اللي هي دي. ما انا اخر سنه انا هبيع، انا هرمي المكنه هبيعها ب 10000 وهكسب فيها 10000. الضرايب هتاخد 40% ويسيبوا لي كام؟ 6000. يبقى انا هيجي لي 6000، يبقى التوتال بكام؟ 75000. بس كام ده بعد 3 سنين؟ اجيب البريزنت فاليو بتاعهم فاضربه في 0.641، يبقى البريزنت فاليو بكام؟ ب 48000. يبقى انا عندي كاش اوت فلو ب 150 وعندي كاش ان فلو ب 59 زائد 55 زائد 48. يبقى النت بريزنت فاليو بكام؟ النت بريزنت فاليو بكام؟ ب 13278. يبقى انت عندك النت بريزنت فاليو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. معناها ايه؟ ان البروجكت ده ظريف وممكن تستثمر فيه. ممكن تستثمر فيه. حط مليون خط تحت كلمه ممكن. في الامتحان في الاسئله هيقول لك استثمر، تمام؟ بس انا بتكلم على الواقع العملي. ما حدش بياخد بتاع كده ويروح يستثمر على طول. بتشوف الفاكتورز الثانيه وبتشوف الحاجات الثانيه. بس معنى ان هو ان بي في بوزيتيف معناها ان البريزنت فاليو بتاع الانفلو اكتر من البريزنت فاليو بتاع الاوت فلو. يبقى انت كده ايه؟ في السيف سايد وممكن تفكر فيه وممكن تستثمر فيه. يبقى النت بريزنت فاليو 13278. طيب الادفانتجز والليميتيشنز بتاعت النت بريزنت فاليو، مميزات وعيوب النت بريزنت فاليو. خلي بالك الحته دي مهمه عشان هنقارنها بالاي ار ار ان شاء الله المره اللي جايه. ان في من الاسئله المشهوره يقول لك ميزه الام بي في عن الاي ار ار، او ميزه الاي ار ار عن الام بي في. والكلام ده المفروض هتفهمه اكتر لما نيجي ان شاء الله نشرح المره الجايه الاي ار ار والبي باك ميثود. مبدئيا المميزات: The net present value method is flexible and can be used when there is no constant rate of return required for each year of the project. يعني معنى صح ان net present value flexible وممكن تستخدمها حتى لو انت ما عندكش constant rate of return عن كل سنه. تاني حاجه، او في حاجه تانيه هو مش كاتبها هنا بس برضه من المميزات، ان هو بيبص لك على الدولار فاليو. ودي مش حاجه مش وحشه. انت ساعات انت بتبقى لو بالريت اوف ريتيرن، لو بالنسبه، ممكن حتى لو المشروع مربح بس الريت اوف ريتيرن بتاعه اقل من حاجه معينه او اقل من رقم في دماغك، ممكن تقول مش هخش في المشروع ده. مع انك لو دخلت في المشروع ده هتكسب برضه. ودي حاجه هنشرحها قدام شويه لما هشرح الاي ار ار والفرق بينها وبين ام بي في. يعني بمعنى صح الاي ار ار بتقارن ريت بريت. فانت لو ريت اقل من ريت هتقول لك لا بلاش من المشروع ده.
مع ان انت لو مع ان الريت اللي انت حسبته اقل من الريت اللي كان في دماغك، مع انه اقل، بس انت لو دخلت في المشروع ده ممكن تكسب، مش هتكسب اللي انت عايزه قوي بس استحي هتكسب. فالام بي في بتوريك الحته دي، بتوريك ان انت ممكن تكسب كدولار اماونت، مش بنتكلم على ريت، بنتكلم كايه، كدولار اماونت. طب الليميتيشنز من عيوبها، even though MBV is considered the best single technique for capital budgeting، يعني من احسن الطرق اللي انت تستخدمها الكابيتال بوستنج، the net present value method is cap of capital budgeting is limited by not providing the true rate of return on the investment. يعني بمعنى صح، من عيبها زي ما هي فيها مميزات اللي هي الدولار اماونت اللي بتجيب لك دولار اماونت، بس هي يعني مش بتوريك الريت، يعني هي ميزه وعيب في نفس الوقت. ان يعني انت ممكن تقول انا هنا مثلا، هنا انا هكسب 13000، ما ال 13000 دول ممكن يبقوا 1%، ممكن يبقوا 90%. يعني انت لو هتخش في بروجكت يكسبك 13000، وال 13000 دول لما تيجي تحسبهم كريتو في ريتيرن يبقى 1%، ولا يبقى 50%، ولا يبقى 99%. فهو مش بيوريك الريتو في ريتيرن، مش بيوريك الريتو في ريتيرن غير الاي ار ار. عشان كده بقول لك ما تستخدمش ام بي في بس، وما تستخدمش الاي ار ار بس، استخدم كله وتشوف وتقرر على اساس الموضوع ده. يبقى even though is considered the best single technique for capital budgeting, the NPV method of capital budgeting is limited by not providing the true rate of return of the investment. The NPV purely indicates whether investment will earn the hurdle rate ولا لا. يعني معنى صح، الانفستمنت انا هقول لك انت هنا هتغطي hurdle rate. يعني انا لما الـ NPV بقى positive 13278، فأنا كده عرفت إن الـ investment هيعدي الـ hurdle rate، بس هيبقى كام؟ ما عرفش. يعني لو الـ hurdle rate بتاعتي كام؟ هيبص أنا خلينا ناخد إكزامبل عملي. هنا الـ hurdle rate بتاعتي كام؟ 16% أهو. أدي الـ hurdle rate بتاعتي 16% صح؟ الـ NPV كام؟ 13000 positive. معنى كده إن rate of return في البروجكت ده اكتر من 16%. ليه؟ عشان ال NPV طلعت ببوستيف وانا عملت ديسكاونتنج يوزنج 16% الهارد ريت. طب ما هو اكتر من 16% كام؟ 17 ولا 77؟ ما اعرفش. ال NPV ما بتدكش المعلومه دي، هي بتقول لك والله انت ال NPV بوستيف والدنيا ظريفه والانفستمنت هيجيب لك اكتر من الهارد ريت، بس هيجيب لك كام برسنتج؟ كبرسنتج ما اعرفش. دي من ايه؟ من عيوبها. طيب كابيتال راشنينج، يعني ايه كابيتال راشنينج؟ يعني بمعنى صح، لو انت عندك ليميتد ريسورسز، يعني لو انت عندك مثلا 100000 دولار مثلا ده اللي معاك، وعندك مثلا 5 بروجكتس وانت ما تقدرش تستثمر فيهم كلهم، ان انت عندك 100000 دولار بس، وال 100000 دولار ما ينفعش تستثمر فيهم كلهم، يعني ممكن تستثمر في واحد او في اثنين بالكتير، لكن مش هينفع تستثمر فيهم كلهم. فالفكره كلها تستثمر في انهي واحد، انهي مشروع يبقى احسن لك، تمام؟ فانت عندك حته الترتيب، انك ازاي ترتب المشاريع بالاحسن. ازاي؟ عن طريق ان انت بتحسب حاجه اسمها profitability index. profitability index، profitability index وهاخد عليه example دلوقتي، هي بتساوي present value بتاع net future cash inflow. الانفلو اللي هيجي لك البريزنت فاليو، البريزنت فاليو بتاع النت فيوتشر كاش انفلو على البريزنت فاليو بتاع النت انيشال انفستمنت. يعني انا هيجي لي على مدار الخمس سنين اللي جايين زي مثلا البريزنت فاليو 200000 وانا هدفع دلوقتي مثلا 150000، يبقى البروفيتابيلتي اندكس بكام؟ ب 200000 على 150000 يديك مش عارف 1.5% مثلا، هو تقريبا 1.75 حسب ما هتيجي، تمام؟ طب النسبه دي حلوه ولا وحشه؟ ما اعرفش، لازم تقارنها بحاجه ثانيه. ازاي؟ هشرح لك عشان تفهم الموضوع. يبص الاكزامبل ده، قال لك بيمن انتربرايزز هاز 50000 اوف كابيتال انفستس، يعني واحد اسمه بيمن عنده 50000 دولار ده اللي معاه عشان يستثمر في ايه؟ في المشروع، في المشاريع. The company must decide which projects to invest in given its budget constraints. يعني الناس دول عايزين يقرروا يستثمروا في انهي مشروع في حدود البادجت اللي معاهم، هم معاهم 50000 وشكرا على كده. The chart below shows the initial cost of the 5 investment options along with the calculated present value of the future cash flow. يعني هم عندهم قدامهم معروض عليهم 5 projects،
ده الـ initial investments وده الـ present value of the future cash of future inflow. تمام؟ مبدئيا لو الـ initial investments اعلى من الـ present value بتاع الـ future inflow كده كده مش هيتاخد، ان كده كده ان NPV هيبقى بالنيجاتيف، بس كله اكتر. يعني انت عندك الـ present value بتاع الـ future inflow هنا ب 25 والـ initial investment ب 16، فانت هتكسب كام؟ هتكسب 9000. البرسنتج قد ايه؟ معرفش. هنا 7000 وهنا 4000، فهتكسب قد ايه؟ تكسب 3000. فبص هنا هتكسب 3000 وهنا هتكسب 9000، بس هنا انت هتستثمر 4000 بس وهنا هتستثمر 16000. فالموضوع لازم يمشي بريشيو، عشان كده لازم تحسب البروفيتابيلتي اندكس. البروفيتابيلتي اندكس بتقول لك ايه؟ والله تعال نحسب البريزنت فاليو بتاع الكاش انفلو على الانيشال انفستمنت ونشوف. يعني مثلا بروجكت ايه البروفيتابيلتي اندكس بتاعته 1.5625، البروجكت بي 1.75، بروجكت سي 1.267، بروجكت دي 1.375 وهكذا 1.68. تخيل ان البروجكت بي عنده اعلى بروفيتابيلتي اندكس مع انه بيكسب 3000 دولار بس كبرسنتج عاليه، ان انت بتكسب 3000 دولار وانت مستثمر 7000 بس. تمام؟ سوري، وانت مستثمر 4000 بس. يعني انت حطيت 4000 هيجي لك 3000، هنا انت حطيت 16 هيجي لك 25، ففي فرق. يبقى انت لازم ترتبهم. يبقى انهي احسن بروجكت؟ احسن بروجكت بي. اهو بص، يبقى الخط اللي بعدين انك تعمل ايه؟ ترتبهم. يبقى اعلى بروفيتابيلتي اندكس ده بي، وبعد كده اي اللي هو 1.68، بعد كده اي، وبعد كده دي، وبعد كده سي. طيب يبقى بمعنى صح انت عندك 50000 توزعهم ازاي؟ يبقى نشوف. يبقى احنا ممكن نستثمر في بي الاول، شايف اهو، نستثمر في بي الاول اللي هي بكام؟ ب 4000، وبعد كده نستثمر في ايه؟ بي اللي هي 4000، وبعد كده نستثمر في اي اللي هي ب 25، وبعد كده نستثمر في ايه؟ في اي اللي هو ب 16. يبقى 4000 زائد 25 زائد 16 بكام؟ ب 45. طب ايه اللي بعد ايه؟ دي بكام؟ دي ب 8000، وانت فاضل لك كام؟ انت معاك 50000 هتستثمر في بي ب 4000 وفي اي ب 25 وفي ايه بكام؟ وفي ايه ب 16000. يبقى انت كده خلصت من فلوسك كام؟ 45، فاضل لك كام؟ فاضل لك 5. تشوف اللي بعديه، اللي بعد ايه في ايه؟ في دي بكام؟ دي ب 8000. معاك انت 8000؟ لا معاكش 8000، يبقى خلاص. يبقى كل سنه طيب. الاوبشن ده اتلغى. على فكره ما توقفش عند كده، ان لو في بروجكت بعديه، خلي بالك الحته دي مهمه قوي، الحته دي مهمه قوي 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 قوي. انت شايف سي، انت المفروض الترتيب ايه؟ الترتيب بي اي دي سي، بي اي اي دي سي، ده الترتيب صح؟ وبتشوف الفلوس اللي معاك، بي خدت منك 4000، اي خد منك 25000، اي خد منك 16000، يبقى كده معاك، يبقى كده صرفت كام؟ 45. طيب هتروح بقى كده على دي بكام؟ دي ب 8000، معاكش انت 8000. ما توقفش تشوف سي بكام؟ سي هنا ب 30 برضه خلاص معكش، بس لو سي كان ب 4000 مثلا، او لو كان سي ب 3000، لو كان سي اللي هي اخر اوبشن عندك ب 3000 وانت معاك 5000، استثمر فيها. طب ما هي اقل من دي، اقل من دي بس على قد فلوسك تاني. يبقى انت معاك، حطيت 4000 في بي و25 في اي و16 في اي، جيت تحط 8000 في دي، شايف معايا في الشاشه؟ جيت تحط 8000 دي ما لقيتش معاك فلوس، انت معاك 5000 بس ودي ب 8000. ما توقفش بقى على كده تقول خلاص انا مش لاقي، لا شوف اللي بعديه بكام؟ سي بكام؟ سي ب 30 برضه معكش فلوسها، بس لو سي كان اقل من 5000 وانت معاك 5000 لسه فاضلين، استثمر، ايه المشكله؟ فانت بتشوف الفكره دي. طيب دي شويه اسئله كده في الاخر دي تحلها مع نفسك. يبقى انا كده خلصت الموديول ده، خلصت موديول 8. انا هقف على كده النهارده ان شاء الله.
المرة الجاية إن شاء الله هكمل الـ Financial Decision Models Part 2. المرة اللي جاية هنكمل حتة الـ Application بتاعت الـ MBV، حتة الـ Lease والـ Buy Decisions، وهنخش على الـ IRR والـ Payback Method. هنكمل الفكرة دي إن شاء الله المرة اللي جاية، فالمحاضرة اللي جاية هتبقى معتمدة بشكل كبير على المحاضرة بتاعت النهاردة. هقف على كده النهاردة إن شاء الله، وأشوفكم المرة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله.